هل تحب الشاي؟ وأنا أيضا. سنستكشف طرق إعداد كوب الشاي المثالي. يعد هذا المشروب ثاني أكثر المشروبات استهلاكا على نطاق واسع، لذا فهو يستحق أن يتم إعداده بشكل صحيح. أوه، وإذا كنت تتساءل فإن المركز الأول بالطبع تحتله الشوكولاتة الساخنة، أقصد الماء. نعم الماء. لقد كان الشاي في حياتنا لعدة قرون، ليس من المفاجئ أن نرى مدى شعبيته الآن. يتمتع هذا المشروب ببعض الفوائد الصحية المذهلة، وهذا هو السبب الثاني لانتشاره في حياتنا عبر التاريخ. تكشف العديد من الدراسات الحديثة وآلاف السنين من الأدلة المتناقلة أن الشاي الغني بمضادات الأكسدة له العديد من الفوائد الصحية. حسناً، ولكن من أين يأتي؟ تقول الأساطير إن قصة الشاي تبدأ في الصين. وفقاً لهذه الأساطير، في حوالي عام 2737 قبل الميلاد، كان إمبراطور صيني يجلس بالقرب من شجرة، فأحضر له خادمه ماءً مغلياً للشرب. قبل أن يرتشف الإمبراطور، سقطت بعض أوراق الشجرة في كوبه، وأدرك أن لون الماء قد تغير. كان يشرب المشروب ويحب رائحته، وبعد ذلك حاول تجربة الأوراق التي صنعت المشروب عن طريق الخطأ. هناك أشكال مختلفة لهذه الأسطورة تدور حول الإمبراطور، ولكن في الواقع يعرف المؤرخون أن أقدم سجل للأشخاص الذين يشربون الشاي في الصين يعود إلى عهد أسرة شانغ، وكان يتم استهلاكه لأول مرة كمشروب طبي وليس باعتباره فنجان فرح. الآن دعنا ننتقل إلى قائمة الأشياء التي لا يجب القيام بها. قد تفسد الشاي الخاص بك إذا كان الماء ساخنا جدا. عندما تصدر غلاياتك صفيرا قد تعتقد أن الماء جاهز. هذا صحيح، لقد تم غليه، لكن درجة الحرارة مرتفعة جدا بالنسبة لأوراق الشاي الرقيقة. عندما تسكب الماء الساخن جدا على الأوراق فإن ما تحصل عليه هو طعم مرير. مع الماء الساخن جدا فإنك أيضا تقول وداعا للمركبات الصحية الموجودة في الأوراق مثل الكاتيكين. يجب أن يكون الماء تحت درجة الغليان. عندما تبدأ في رؤية فقاعات صغيرة في الغلاية فهذه هي درجة الحرارة التي تحتاجها. أتمنى أن تكون هناك درجة حرارة واحدة مناسبة لكل أنواع الشاي، لكن لا يوجد ذلك. الأمر متروك لك لاكتشاف أفضل درجة حرارة للمياه لنوع الشاي الذي تفضله، نظرا لوجود الكثير من أنواع الشاي في العالم، لدرجة أنني لا أستطيع أن أذكر أفضل درجات الحرارة لكل منها. لكنني سأعطيك تلميحا، يجب تحضير الشاي الأخضر في درجة حرارة تتراوح بين 82 و85 درجة مئوية، بينما يجب أن تكون درجة حرارة الماء للشاي الأسود 97 درجة مئوية. ويجب أن أقول أيضا إنه إذا كان الماء باردا جدا فلن يفسد. تكون قادرة أيضا على استخراج جميع المكونات الضرورية من الشاي الخاص بك. تعتبر درجة حرارة الماء مهمة فضلا عن جودتها. أنت بحاجة إلى مياه ذات جودة عالية. المياه المفلترة سوف تفعل. إذا كنت تستخدم ماء الصنبور فقد يحتوي على مواد مثل الكلور والفلورايد والمعادن الأخرى. هذه المركبات يمكن أن تدمر نكهة الشاي الخاص بك. هناك طريقة أخرى للحصول على أفضل أنواع الشاي تكمن في طريقة النقع الصحيحة. في بعض الأحيان يترك الناس الشاي لينقع، وفي هذه الأثناء يبدأون في فعل شيء آخر. في معظم الحالات ينتهي بهم الأمر بنسيان أمر الشاي. عد عد، ستكون هذه هي الجملة التي ستسمعها من الشاي الخاص بك لو كان بإمكانه التحدث. يعتمد الوقت اللازم للنقع على نوع الأوراق، ومع ذلك بشكل عام لا ينبغي أن ينقع الشاي لمدة أطول من 5 دقائق. على سبيل المثال يحتاج الشاي الأخضر إلى 3 دقائق، والشاي الأسود يحتاج من 3 إلى 5 دقائق. إذا انتظرت لفترة أطول سوف تحصل على مشروب مرير، لأن الشاي الخاص بك سوف يفرز جزيئات حيوية تسمى العفص. تعتمد مدة النقع أيضا على حجم الأوراق. تحتاج الورقة الصغيرة إلى 1.5 إلى 2 دقيقتين، والورقة المتوسطة الحجم إلى 2 إلى 3 دقائق، والورقة الكاملة إلى 3 إلى 5 دقائق. طويلة جدا أو غير كافية، هذه مسألة حساسة. يتم إطلاق المواد الكيميائية الموجودة في الشاي تدريجيا بمجرد بدء عملية النقع. لنفترض أنك صببت بعض الماء على الأوراق. أول شيء سحري يظهر هو الرائحة والنكهة، ثم تبدأ المواد الكيميائية الصحية عملها. يتم إطلاق الكافيين أيضا في هذه المرحلة.
أخيرا يأتي العفص الأثقل إلى المسرح. إذا لم تنقع الشاي لفترة كافية وتدخلت في عملية النقع، فقد يفتقر الشاي إلى بعض المركبات المفيدة. ما الفرق بين استخدام أكياس الشاي والأوراق السائبة؟ أكياس الشاي مريحة للغاية، لكن الأوراق السائبة تعد خيارا أفضل إذا كنت ترغب في الحصول على جميع فوائد الشاي. أكياس الشاي العادية التي تحصل عليها من السوبر ماركت تأتي مع بقايا أوراق الشاي المكسورة المعروفة باسم الغبار والتهوية. أفهمك، الوقت ثمين. إذا كان عليك اختيار أكياس الشاي القياسية، فاختر الأكياس ذات الشكل الهرمي بدلا من الأكياس المستطيلة. تعتبر العبوات الهرمية أفضل للتخمير. الأكياس المسطحة هي الخيار الأقل تفضيلا، نظرا لأنها تحتوي على ورق مبيض، فإن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الورق يمكن أن تفسد رائحة الشاي. هذا ما جعلني أفكر، هل صحيح أننا لا ينبغي أن نستخدم نفس كيس الشاي مرتين؟ هذه أسطورة إذا كان الكيس يحتوي على بعض الشاي عالي الجودة. في الواقع يمكنك تحضير مثل هذا الشاي للمرة الثانية أو حتى الثالثة. القاعدة بسيطة، أخرج أوراق الشاي من الكوب واتركها تجف. لا يجب أن تترك أوراق الشاي تنقع بمجرد نقعها، ويرتبط السبب مرة أخرى بالحفاظ على النكهة خالية من المرارة. لاحظ أنه في كل مرة تقوم فيها بنقع كيس شاي فإنك تستخرج المزيد من الكافيين. وماذا لو تحدثنا عن مسألة تلك المكونات الإضافية التي تضاف إلى الشاي؟ نعم، السكر. إن إضافة العسل أو السكر إلى الشاي لا يعني اختفاء جميع الفوائد الصحية لهذا المشروب، ومع ذلك يمكنك زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحصل عليها. ووفقا لإحدى الدراسات، فإن 33% من شاربي الشاي يستهلكون الشاي مع هذه الإضافات. ما هو الشيء الشائع الآخر الذي يضيفه الناس إلى الشاي إلى جانب السكر؟ إليكم تلميح، هذه الطريقة لشرب الشاي تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا العظمى. نعم، إنه الحليب. كمية الحليب هي سؤال خطير أيضا، يجب أن تكون نسبة الحليب إلى الشاي ربع أو أقل لكوب واحد. قد لا تصدقني، لكن الترتيب الذي تضيف به السوائل مهم أيضا. يتفق معظم الناس على أن إضافة الحليب بعد نقع الشاي يجعل المشروب ألذ. أولا قم بتحضير الشاي، ثم اسكبه في الكوب الخاص بك وأضف إليه الحليب. التالي إبريق الشاي. على ما يبدو هناك سبب وراء استخدام الناس لأباريق الشاي لعدة قرون. تساعد هذه الحاويات الأنيقة مشروبك على البقاء دافئا لفترة أطول. لنفترض أنك تصب لنفسك بعض الشاي في كوب كبير، هناك احتمال كبير أن يبرد قبل أن تنتهي من شربه. لحل هذه المشكلة يمكنك استخدام إبريق الشاي. بهذه الطريقة يمكنك ببساطة صب بعض الشاي في كوبك، ومن ثم تكرار العملية بمجرد الانتهاء من ذلك. سيكون لديها درجة حرارة الشرب المثالية. يوجد في كل منطقة أنواع مختلفة من الشاي ومعدات التخمير وأوراق الشجر. على سبيل المثال، في تركيا يستخدم الناس أكواب الشاي على شكل زهرة التوليب عندما يشربون الشاي. تركيا هي أكبر مستهلك للشاي للفرد. يبدو أنهم يستمتعون بالشاي بقدر ما يستمتعون بأكواب الشاي التقليدية، كما يقومون أحيانا بإضافة قطعة صغيرة من الليمون إلى كوب من الشاي الأسود كمكون إضافي. وإذا ذهبت إلى المغرب، فسوف يتم تقديم بعض الشاي الساخن بالنعناع المعروف أيضا باسم الطوارق، يتم سكبه عادة في أكواب طويلة. إذا ذهبت إلى الصين، المكان الذي قدم هذا المشروب المذهل للعالم كله، فسوف ترى مئات الأنواع المختلفة من الشاي، من أولونج إلى الياسمين. تشتهر اليابان بشاي ماتشا ومقاهيها الشهيرة. إذا دخلت مقهى هناك، فسوف تتفاجأ عندما تعلم أن الماتشا يتم تحضيره بنفس الطريقة التي كانت عليها في القرن 12. ماذا عن الهند؟ هناك المشروب الوطني هو الشاي. الآن أنت تعرف كيف تجعل مذاق الشاي الخاص بك مذهلا. ما نوع الشاي المفضل لديك؟ قم بالتعليق أدناه. أهلا بك، هل أنت مستعد للصدمة؟ الفاكهة التي تسميها موزا لا علاقة لها بالموز الحقيقي. تحتوي معظم أنواع الموز البري على بذور كبيرة والقليل من اللب، وكثير منها لا يصلح للأكل. لكن عندما تأكل موزة بالكاد يمكنك رؤية تلك البذور، وذلك لأن معظم الناس هذه الأيام يتناولون نسخا من موز كافندش. أجل، هناك أنواع مختلفة من الموز، ما يزيد عن 1000 نوع. تم اختيار هذا النوع المميز لعدم احتوائه على بذور،
فضلا عن بقائه لمدة أطول، فلا يود أي متجر هدر المال على محاولة بيع طعام بفترة صلاحية قصيرة. هو أجل، والموز فعليا من التوت، ينطبق الشيء ذاته على البطيخ لأن بذور هذه الثمار توجد بداخلها. وهذا يعني أن الفراولة والتوت ليس من عائلة التوت الحقيقي، إنهما فواكه بحكم هذا التعريف لأن بذورهما موجودة في الخارج، لكن البرتقال بذوره بداخله أيضا كثمار التوت، صحيح؟ هذه حالة أخرى من أخطاء تحديد الهوية. البرتقال أيضا اختراع بشري وليس منتجا طبيعيا، وقد نتج من تهجين البوملي واليوسفي. وإذا رأيت برتقالة خضراء فهذا لا يعني أنها حامضة وغير ناضجة، لقد وضعت واقيا من أشعة الشمس. عندما يكون الطقس شديد الحرارة على البرتقال تقوم الثمار بإنتاج المزيد من صبغة الكلوروفيل الخضراء لحماية نفسها من حروق الشمس. ولكن إذا كان لديك موزة خضراء وتريدها أن تتحول إلى اللون الأصفر بسرعة أكبر، فليس عليك سوى وضعها في كيس بلاستيكي مع تفاحة أو حبة طماطم. يطلق هذان النوعان غاز الإيثيلين، مما يساعد الفاكهة الأخرى على النضوج. حقيقة ممتعة، طعم الفاكهة غير الناضجة مقزز فعلا لسبب وجيه، وهو عدم انتهاء البذور من النمو. هدف الثمار في البرية أن تلتهمها الحيوانات لأنها تساعد في نشر بذورها، وعندما تصبح البذور جاهزة أخيرا تنضج الفاكهة وتكتسب طعما جديدا ولذيذا، وتبدأ الحيوانات بتناولها. يبدو جليا أن الليمون الأخضر والليمون الأصفر والبرتقال ينتمون لعائلة واحدة، وللموز عائلة أيضا، الزنبق والسحلبيات. إذا نظرت إلى أوراق الموز وقارنتها بتلك الأزهار فستلاحظ بأنهم أبناء عمومة. بالمناسبة، الخوخ والنكترين هما في الأساس نفس نوع الفاكهة، يرجع الأمر كله إلى جين واحد صغير يقرر ما إذا كان القش سيكون ناعما أم زغبيا. والتفاح أيضا من الورود تماما كالكمثرى والكرز واللوز. عند ذهابك إلى موعد غرامي في المرة القادمة خذ معك كيس من التفاح وشارك هذه الحقيقة. أوه كم هذا رومانسي. من الغريب أنك إذا أعددت سلطة من الفليفلة الحمراء البرتقالية والصفراء فستحصل على طبق مكون من ثلاث خضروات مختلفة تماما، جميعها نباتات فريدة ببذور تخصها. عندما ترى شجرة الموز تظن أنك في مناخ استوائي دافئ، لكنها تستطيع النمو بسهولة في أيسلندا، إنها أكبر منتج لهذه الفاكهة في شمال العالم. الشيء الممتع في أيسلندا أن سكانها يزرعون الكثير من الفاكهة الاستوائية هناك. ما يسمح لهذا البلد البارد بذلك هو حرارة الأرض الجوفية، وهي ذات الشيء الذي يغذي البراكين وينابيع المياه الحارة هناك. عذراً، لكن الخضار ليس بسعرات حرارية سلبية كما يذاع. يدعي البعض استخدام جسم الإنسان لطاقة أكبر في هضم الخس والكرفس مثلاً أكثر مما يأخذ منهما. لا شك بأنها منخفضة في السعرات الحرارية، حوالي 5-10 سعرات حرارية للطبق، لكن الجسم يحرق نصف سعر حراري فقط لهضمها. تبدو ثمار الكيوي في البرية كثمار عنب كبيرة مغطاة بالشعر، لكن شبهها الكثير من الناس بطائر الكيوي الصغير، لذلك سموها باسمه وليس العكس. في الواقع أعيد تسميتها، فقد كانت تسمى أصلا بعنب الثعلب الصيني. أتريد طبقا من السوشي؟ إذا اشتريت الواسابي من محل البقالة فهناك احتمال 99% أنك لم تحصل على المنتج الحقيقي. من الصعب صنع الواسابي الحقيقي، لذلك عادة ما يتم استبداله بالفجل الحار وبعض النكهات والملونات الإضافية كاللون الأخضر. لا علاقة للكاتشب الذي نأكله اليوم بالوصفة الأصلية، يرجع أصله إلى القرن 17 عندما صنع الصينيون صلصة من السمك المخلل والتوابل، ولاحقا ظهرت النسخة البريطانية منه والمكونة من الفطر والكراث والجوز. غيرت كلمة كاتشب اسم الخليط واستخدمت للإشارة إلى أي صلصة داكنة اللون. كان الجزر الذي ظهر في البداية مختلفا كليا عما هو اليوم، اعتدنا عليه سميكا بلون برتقالي، أما في السابق فقد كان رفيعا بلون بنفسجي. الجزر أقوى من أي نوع آخر من الخضروات، ويرجع ذلك إلى قدرته على البقاء في الشتاء في التربة دون أن يذبل. ولو كنت تظن أن الجزر الصغير هو نوع آخر مختلف فأنت مخطئ. عادة ما يكون هذا الجزر مجرد جزر عادي سيء المظهر أو مقسم إلى قطع صغيرة، ولو بقي بهذا الشكل لكان بيعه صعبا، لذلك يقومون بتقطيعه ليصبح جذابا. البطيخ والطماطم في معظمهما ماء، ويمكنك ملاحظة ذلك أثناء تناولهما، لكن الماء يشكل حوالي 80% من البطاطا أيضا.
يمكنك عصر البطاطا وشرب كوب من عصيرها. ها، أعتقد أني أحبها مقلية. يحتوي الجزر على ما نسبته 80% من الماء، ويشكل الهواء ما نسبته 25% من التفاح، وهذا ما يجعله يطفو على سطح الماء. إذن عندما تنفق 10 دولارات لشراء التفاح، سيذهب 2.5 دولار على لا شيء. وأنا الذي كنت قلقاً من دفع ثمن الهواء في أكياس رقائق البطاطا. يصبح طعم التفاح أفضل عندما يتم تقطيعه، لأنه يتعرض للأكسجين الذي ينشط إنزيماً خاصاً يجعل الثمار تنضج وتتحول إلى اللون البني. يحدث الشيء نفسه عندما تضرب تفاحة بالأرض، حينها يدخل الأكسجين إليها من خلال شقوق صغيرة، ما يجعلها أكثر حلاوة. إليك هذه المعلومة. اكتشف عالم ألماني طريقة لتحويل زبدة الفول السوداني إلى ألماس. تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة عالية من الكربون، ولتحويلها إلى ألماس ليس عليك سوى وضعها تحت ضغط هائل. هجل، حظاً موفقاً. إن كنت في المملكة المتحدة ذات يوم وطلبت طبق الأرنب الويلزي، فلا تتوقع أن تحصل على طبق من اللحم. يتكون هذا الطبق في الحقيقة من الخبز المقرمش المسكوب عليه صلصة الجبن. أجل، يبدو منطقياً. بالمناسبة، تم ابتكار صلصة ويسترشير بالصدفة. حاول اثنان من الكيميائيين الإنجليز صنع صلصة سمك هندية، لكن تبين أن الكمية قوية جداً حيث لا يمكن تناولها، لذلك وضعها في القابو ونسي أمرها لعامين. في تلك الأثناء كانت الصلصة قد تخمرت. عندما تذكرها قال: مهلا، لما لا نجربها؟ وكان مذاقها أفضل بكثير. ونعم، ما زالت تصنع بالسمك حتى اليوم. تلك النودلز سريعة التحضير التي تشتريها عندما تكون الميزانية محدودة كانت في الأصل منتجا فاخرا. كانت الفكرة الأساسية منها صنع شيء بعمر افتراضي طويل. بعد عدة محاولات فاشلة تمكن المخترع من النجاح أخيرا. كان عليه طهيها على البخار وتجفيفها ثم قليها وتتبيلها، وقد أدت عملية الإنتاج المعقدة هذه إلى جعلها أكثر كلفة بكثير من النودلز الطازجة التي اعتاد عليها الجميع. لنعد الآن بالزمن إلى القرن 18. تقول القصة أن هناك رجل يدعى جون مونتاجيو كان مغرما بألعاب الورق، حتى أنه لم يأخذ استراحات لتناول الغداء، لذا طلب بعض اللحم موضوعا بين شريحتين من الخبز ليتمكن من الأكل أثناء اللعب ويحافظ على البطاقات نظيفة دون لطخات من الدهون. كان مونتاجيو النبيل الرابع لساندويتش، مدينة في إنجلترا، وكان له الفضل في اختراع الخبز المقلي. لا، الساندويتش. إليك أسطورة أخرى لطبق آخر شهير. يقولون أن رقائق البطاطا ابتكرت صدفة عام 1853. كان أحد الزبائن يتناول الطعام في مطعم كانت فيه البطاطا المقلية من الأطباق المميزة. لم يكن الضيف راضيا عن تلك البطاطا واشتكى من سمكها، وعندما قام الطاهي بإعداد بطاطا مقلية أنحف، اشتكى الزبون الذي يصعب إرضاؤه مجددا، وهذا ما أزعج الطاهي كثيرا، لدرجة أنه قطع البطاطا إلى شرائح رقيقة كالورق وقام بقليها، ولدهشته أحب الزبون الطبق الأخير. بدأ شيبس الجبن المنفوخ تاريخه في سلال القمامة. بالعودة إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، لاحظ إدوارد ويلسون وجود بعض الذرة المتسربة من إحدى الآلات في مصنع يصنع طعاما للحيوانات. شعر ويلسون بالحيرة وأخذ تلك الشرائط إلى المنزل وحاول تتبيلها، ولاحظ أن الذرة المنتفخة تتصلب عند تعرضها للهواء. كانت التجربة ناجحة وتطورت إلى تسالي مشهورة عالميا. هناك قصص مختلفة حول كيفية ابتكار كوكيز رقائق الشوكولاتة. تدعي إحداها أن شوكولاتة الحلويات نفدت من إحدى السيدات، فقررت استبدالها ببعض الشوكولاتة المكسرة ظنا منها أنها ستذوب في الخليط، لكن هذه الرقائق بقيت كما هي، ويا له من خطأ لذيذ. هاي، لم أرى في حياتي كوكيز ليست شهية. قطة سوداء تعبر الطريق، وموز على متن سفينة، وحدوة حصان معلقة فوق الباب، وغيرها من الخرافات التي تبدو بلا معنى لكن الكثير من الناس ما زالوا يؤمنون بها. كل هذه الأشياء منطقية إذا عرفت أصلها. دعونا نلقي نظرة على أشهر تلك الخرافات. هناك مباراة كرة قدم، أو عرض تقديمي لمشروع تجاري، أو توشك على خوض اختبار صعب. أنت خائف من الفشل وبالتالي تدق على الخشب. لقد استمر الناس في أوروبا والولايات المتحدة في ممارسة تلك الأمور لأكثر من 2000 عام لتجنب الوقوع في مآزق.
ربما نشأت فكرة الطرق على الخشب لمنع خيبة الأمل بين الفلاحين الذين يطرقون جذوع الأشجار لإخافة الأرواح الشريرة التي تريد إفساد حياة الناس. يخاف بعض الأشخاص من المشي تحت سلم مائل، وإذا سألتهم عن سبب هذا الخوف فمن المحتمل ألا يتمكنوا من الإجابة عليك. ظهرت الخرافة القائلة بأن المرور تحت السلم يمكن أن يؤدي إلى الفشل منذ حوالي 5000 عام في مصر القديمة، وكانت الأهرامات مثلثة لأن المصريين اعتبروا هذا الشكل مقدساً. السلم المائل أيضاً له شكل مثلث، لذا فإن المشي تحته يبدو وكأنه تدنيس لرمز مقدس. وفي الثقافات الأخرى كان هذا السلم يعني الشر والبؤس والخيانة. وفي القرن 17 في إنجلترا كان الحراس يجبرون السجناء على المرور تحت السلالم. ومن أشهر العلامات السيئة المرآة المكسورة، إن رؤية نفسك في شظايا مرآة يعني الفشل على مدى السنوات السبع القادمة. حتى من الناحية البصرية يبدو الانعكاس في الزجاج المكسور مشؤوما، لذلك يخشى الكثير من الناس النظر فيها. لكن تاريخيا نشأ هذا الخوف في اليونان القديمة، حيث جاء الكثير من الناس إلى العرافين الذين يعرفون كيفية التنبؤ بالمستقبل باستخدام انعكاس الشخص في المرآة. إذا كان انعكاس شخص ما مشوهاً فإن أمراً سيئاً ينتظر هذا الشخص. كذلك جعلت المرآة المكسورة أو المتشققة الصورة مشوهة، لذلك كان الناس يخافون من النظر فيها. بعد ذلك في القرن الأول الميلادي أضاف الرومان تفاصيل 7 سنوات من سوء الحظ إلى هذه الخرافة. اعتقد سكان الإمبراطورية أن صحة الإنسان تتغير كل 7 سنوات، لذا فإن النظر إلى انعكاس مشوه يعني هذه الفترة بالتحديد. واعتقد الرومان أيضا أن المرايا تعكس جزيئات أرواحنا، لذا إذا كسرت مرآة فهذا يعني أنك تؤذي روحك. الملح المسكوب، قم بإلقاء قليل منه على كتفك على الفور إذا كنت لا تريد المتاعب. لماذا يمكن أن يسبب الملح المتاعب وفي الوقت نفسه يساعد في تجنبها؟ الجواب يكمن جزئيا في الاسم. إن كلمة ملح بالإنجليزية تعني salt، وهي قريبة من كلمة salary أي راتب، وهما متشابهتان لأن كل منهما له قيمة. في الماضي كان الملح منتجا باهظ الثمن، إن سكبه على الأرض يعني إلقاء النقود على الأرض. منذ أكثر من 3000 عام كان السومريون القدماء أول من رموا الملح على أكتافهم لتجنب سوء الحظ، ثم انتقل التقليد إلى المصريين والآشوريين واليونانيين. في أوروبا كان يعتقد أنه عندما ترمي قليلا من الملح على كتفك الأيسر فإنك تعمي روحا شريرة أرادت أن تسبب لك المتاعب. الآن لا يبدو الملح ذا قيمة، لذلك لا يؤمن بهذه الخرافة سوى عدد قليل من الناس. كان البحارة في الماضي في خطر عندما يخرجون إلى البحر، لا عجب أنهم بدأوا يؤمنون بكل أنواع الخرافات، وكانت واحدة من أكثرها شيوعا تتعلق بالموز. كان من المعتقد أن الاحتفاظ بتلك الفاكهة الصفراء على متن سفينة يسبب مشكلات خطيرة في البحر. ظهرت هذه الخرافة في القرن 18 عندما بدأت السفن التجارية التي تغادر منطقة البحر الكاريبي وإسبانيا في الاختفاء. قال الأشخاص الذين عثروا على حطام السفن إن الموز كان يطفو بين الألواح الخشبية، وهكذا أصبحت هذه الثمار نذير شؤم. العواصف والقراصنة ووحوش البحر، أي شيء يمكن أن يحدث للسفينة إذا كان الموز على متنها؟ بعض الصيادين على يقين من أن الموز يمكن أن يفسد الصيد، وهذه الخرافة لها أساس علمي. ينبعث من الموز غاز خاص قد يكون غير محبب للصيد. ربما تستطيع الكائنات البحرية أن تستشعر الموز من بعيد ولا تريد السباحة بالقرب منه. وفي هذه الأيام يؤمن العديد من البحارات بالطاقة السلبية القادمة من الموز أيضا، لذا لا تتفاجأ إذا لم يسمح لك بالصعود على متن القارب بهذه الفاكهة في يدك. هل سبق لك أن لاحظت وجود حدوة حصان معلقة على الباب الأمامي لبعض المنازل؟ وبطبيعة الحال كثير من الناس يعلقونها كديكور ولا يعيرون أهمية لمعناها، ومع ذلك في العصور القديمة تم اعتبارها تعويذة فعالة لطرد الأرواح الشريرة، كما أن حدوة الحصان كانت رمزا للحظ السعيد في العديد من الثقافات. كل هذه المعتقدات ظهرت لأول مرة في اليونان القديمة، حيث كان الحديد يعتبر مادة تقي من الشر، كما صنع اليونانيون حدوات على شكل هلال لأنها ترمز إلى الخصوبة والحظ السعيد. ثم انتقل هذا الاعتقاد إلى الرومان وبعد ذلك إلى أوروبا. كان الناس يخافون من السحرة والمشعوذين وغيرهم من المخلوقات الأسطورية في العصور الوسطى، لذلك كانوا يعلقون حدوات الخيول في كل منزل، وكانوا متأكدين من أن السحرة يخافون من الخيول، لذلك يتجنبون أي أشياء تتعلق بهذه الحيوانات. إذا كنت تريد تجنب الأمور السيئة فلا تفتح مظلتك داخل المنزل.
هذه واحدة من الخرافات القليلة التي يمكن القول إن لها قيمة عملية، ولأول مرة بدأ الناس يتحدثون عنها في إنجلترا الفيكتورية. في ذلك الوقت كانت المظلات أصلب وأكثر خطورة من الآن. يمكن أن تؤدي المظلة الحديدية إلى إصابة شخص ما أو كسر شيء ما. كل هذه المشاكل قد تثير أيضا مشاجرات مع الأشخاص الذين تعيش معهم، لذا لا يجب أن يفتح أحد مظلته بالداخل. يعتبر ركض القطة السوداء عبر الطريق من أشهر الخرافات، ويعتقد البعض أن هذا فأل حسن، ويعتقد البعض الآخر أنه ينذر بسوء الحظ. كل رواية لها مصدر مختلف. في مصر القديمة كانت القطط حيوانات مقدسة، وكان الناس يقدسونها، لذلك كان من حسن حظ بالنسبة للمصري أن يرى قطة سوداء تعبر طريقه. في العصور الوسطى كانت هذه الحيوانات تخيف الناس لاعتقادهم أن القط الأسود هو رفيق السحرة وتعويذة لقوى الظلام. إذا عبرت قطة سوداء الطريق فإن هذا يعني أن الشيطان يراقبك. وعندما استقر الأوروبيون في العالم الجديد بدأت هذه الخرافة تنتشر في جميع أنحاء أمريكا، وما زال الكثير من الناس يؤمنون بها. حيوان آخر مذكور في العديد من الخرافات هو العقعق، وهو من فصيلة الغرابيات. يعرف هذا الطائر بسرقة المجوهرات والعملات المعدنية، لذلك يعتبره الناس نذيرا بالفشل. يقول الناس عندما يرونه: صباح الخير يا سيد عقعق، كيف حال زوجتك اليوم؟ ويعتقد الكثيرون أن هذه الكلمات تبعد عنهم الفشل. يختار طائر العقعق شريكا واحدا مدى الحياة، فإذا رأيت طائر العقعق بدون رفيق فهذا يعني أنه وحيد جدا. إن ذكر شريكه قد يحزنه ولن يمارس عليك حيلا خبيثة. الخوف المرتبط بالرقم 13 منتشر جدا في جميع أنحاء العالم، حتى أن له تسمية خاصة، وهي رهاب العدد 13. في العالم الحديث يخشى الناس هذا العدد بسبب الثقافة الشعبية. تقول الأفلام والكتب والبرامج التلفزيونية إن هذا الرقم مرتبط بالشر والمتاعب والمخاطر، ومع ذلك لا توجد إحصائيات يمكن أن تثبت أن 13 رقما سيء الحظ. لم تكن هناك حوادث تتعلق بالرقم 13. الأشخاص الذين ولدوا في اليوم 13 يشعرون بالارتياح ولا يعانون من أي مشكلة صحية. ولكن من أين نشأ هذا الخوف؟ تعود أصول رهاب العدد 13 إلى الأساطير الإسكندنافية. هناك أسطورة عن فالهالا، حيث تمت دعوة 12 ضيفا إلى وليمة رائعة في أسغارد، وهم أودن وثور وشخصيات مشهورة أخرى. ولكن بعد ذلك اقتحم لوكي القاعة دون دعوة، وأصبح الضيف 13 الذي أفسد الحفلة، لذا أصبح 13 رقما يمكن أن يفسد حياتك. لماذا يعتبر العثور على برسيم ذو 4 ورقات علامة حظ جيد؟ احتمال العثور على هذا النبات هو 1 إلى 10 آلاف، ويجب أن تكون محظوظا للعثور عليه. هناك أيضا أسطورة ممتعة عن البرسيم ذو الأوراق 4. يقال إن حواء أخذت ورقة برسيم ذات 4 أوراق لتذكر جنة عدن عندما طردت من الجنة، وهكذا أصبح النبات رمزا للرخاء والحظ السعيد والسعادة. هل تعلم قطع الخيوط؟ تلك الموجودة على قشر الموز، إنها ما يمنح الموز طعمه ورائحته المميزة. يطلق عليها اسم حزم اللحاء، وتتولى مهمة نقل العناصر الغذائية من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات الأخرى، كما أنها صالحة للأكل. أول خضار ينمو في الفضاء على الإطلاق كان البطاطس. لقد نجحوا في زراعة 5 حبات بطاطس صغيرة من الدرنات. إذا انتقلنا للعيش في الفضاء في وقت ما، فعلى الأرجح سنجرب تناول بعض البطاطس المقلية، لكن للأسف ستكون عديمة المذاق هناك بسبب الجاذبية مثل طعم أي شيء آخر. البطاطس كالبطيخ والكرفس، تحتوي على الكثير من السوائل، فهي تتكون من الماء بنسبة 80%. وعمليا يمكنك عصر البطاطس أو إعداد سموذي منها، لكن صحيح تكون أفضل وهي مشوية. نظرا لاحتواء البطاطس على مقدار كبير من الماء، يمكنها أن تساعد في امتصاص إشارات الراديو والإنترنت اللاسلكي وعكسها تماما كما يفعل البشر. أترغب بدرع حماية من الأمواج مكون من البطاطس؟ لست بحاجة لتناول الثوم كي تتمكن من تذوقه. إذا فركت فصا من الثوم على قدميك فستتذوقه خلال 15 دقيقة. لا تفسير لهذه الظاهرة، لكنها تحدث فعلا، ربما تكون ناجمة عن تأثير وهمي. يصبح الليمون غنيا بالعصارة أكثر لو سخنته قليلا في الميكروويف. تعمل الحرارة على تليين الأغشية المجمدة حتى يتدفق العصير بحرية لتحصل على المزيد من الليمونادة. ربما لم تسمع من قبل عن فاكهة كيبل،
لكنها تتمتع بقوة خارقة تحول رائحة العرق إلى رائحة البنفسج، لكن لا يعني هذا أن يتوقف الناس عن الاستحمام. البرتقال الموجود في البرية ليس برتقالي اللون، نظرا لأن المناخ في المناطق شبه الاستوائية ليس باردا بما يكفي لتقطيم الكلوروفيل، لذا تبقى قشرة الفاكهة صفراء أو خضراء. عادة ما يعالج هذا النوع من البرتقال بغاز الإيثيلين الذي يساعد في تحويل البرتقال إلى اللون البرتقالي. يجب أن تسقط حبات التوت البري أرضا لتعرف إن كانت لذيذة أم لا. يمكن لحبات التوت أن ترتد عند رميها بفضل الجيوب الهوائية الصغيرة الموجودة بداخلها، ويتيح لها هذا الهواء الارتداد والطفو، وكلما ارتفع مستوى ارتداد التوت كان ذلك أفضل. إن كنت تفضل اللحم البقري على بذور اليقطين، فاعلم أنك تحرم نفسك من البروتين. في الواقع، تفوق كمية البروتين الموجودة في بذور اليقطين والبروكلي تلك الموجودة في أي نوع من اللحم. غالباً ما يخلط الكثيرون اللوز على أنه نوع من أنواع الجوز، لكنه في الحقيقة فاكهة تنمو على شجرة تشبه شجرة الخوخ. لا يمكن تناول الجوز إلا إذا كان جافاً، بينما يتمتع اللوز بطبقة سميكة، وعندما تفتح تلك الطبقة تحصل على البذور التي تأكلها. قهوة الصباح هي عبارة عن فاكهة مطهية، ففي الواقع حبوب القهوة في الأصل بذور من التوت، ما يجعلها في الأساس شراباً مصنوعاً من التوت. إذا نمى البصل في تربة فقيرة الكبريت فسيصبح طعمه ضعيفا ولن تذرف الدمع أثناء تقطيعه. أما إن كانت التربة غنية بالكبريت فاحرص على وضع علبة مناديل بالقرب منه. عند تقطيع البصل اشطف السكين بالماء البارد كي لا يتسبب في ذرف دموعك. يمكنك أيضا أن تجرب وضعه في الثلاجة، مما سيؤدي إلى تفاعل الخلايا بشكل أبطأ ليكون بكاؤك أقل. هناك نوعان من الجزر الصغير، الأول أن يكون الخضار مقطوفا قبل أن تصل إلى مرحلة النضج، أو أن تكون ناتجة عن تقليم ثمار الجزر الكبيرة. إنها مجرد حيلة تسويقية لتحويل الجزر الذي ليس له قيمة سوقية إلى منتج يمكن بيعه فعلا بسعر أعلى. ليست هناك خضروات بسعرات حرارية سلبية، يدعي البعض أن تناول الخس واللفت والكرفس يتطلب طاقة أكثر من تلك التي يقدمها، لكن هذه الخضار تحتوي على حوالي 10 سعرات حرارية لكل حزمة، وهذا مقدار قليل، لكن هضمها يحتاج لحوالي نصف سعر حراري. إن كنت قد قرأت يوما حقيقة رائعة تتحدث عن استخدام الجزء الخارجي من الخيار كممحاة، فلا تنخدع بذلك. جربت تلك الحيلة وتقريبا دمرت دفتر ملاحظاتي. عندما تتناول مصاصة فأنت تبتلع لعابا بنكهة. يبلغ وزن أكبر مصاصة في العالم أكثر من 3170 كيلوغراما، ويتطلب هذا الكثير من اللعاب. استعد للمفاجأة عند شرائك الجبن المبشور. إذا كانت العبوة تحتوي على السليلوز فهذا يعني احتواء الجبن على لب الخشب. لا تقلق، إنه سهل الهضم، والغاية من إضافته منع تكتل الجبن. إذا اشتريت الواسابي من المتجر فعلى الأرجح أنك اشتريت فجل الخيل. من الصعب صنع الواسابي الحقيقي، لذا عادة ما يستبدل بفجل الخيل وبعض النكهات والملونات الإضافية. لهذا 99% من الواسابي المباع في الولايات المتحدة ليس الواسابي الحقيقي. ما الشيء المشترك بين صلصة سلطة الرانش وكريم الوقاية من أشعة الشمس؟ إنه ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يستخدمونه في منح كل منهما اللون الأبيض. هذه الصلصة ليست بيضاء في الأصل، إنها كصلصة السيزر أو صلصة الجبن الأزرق. سمك السلمون الذي يربى في المزارع أبيض بالفعل، لا يوجد هنا ثاني أكسيد التيتانيوم، ولجعله يبدو كأقرانه البريين الذين يملكون لونا ورديا طبيعيا بسبب تناولهم الروبيان بوفرة، يصبغ سمك السلمون في المزارع بشكل صناعي. قد يكون سبب لمعان حلو الفواكه المفضلة لديك هو الشمع الكرنوبي الذي يغطيها. تحتوي العديد من الفاكهة وخاصة التفاح على طبقة رقيقة من هذا الشمع أيضا، ولا تقتصر فائدته على منح اللمعان للحلوى والفواكه، بل يجعل سيارتك لامعة ولذيذة أيضا. يبدو الخوخ والنكتارين مختلفين، لكنهما في الواقع الفاكهة ذاتها. إذا كان جين الزغبي الجين السائد نحصل على الخوخ، وإن كان متنحيا نحصل على نكتارين ناعم. يصبح طعم التفاح أفضل عند تقطيعه نظرا لتعرضه للأكسجين الذي ينشط إنزيما خاصا مسؤولا عن النضج ليحوله إلى اللون البني الذي نراه.
يحدث الشيء ذاته عندما تضرب تفاحة بشيء ما، فيدخل الأكسجين إليها من خلال شقوق صغيرة وتصبح أكثر نضجاً من ذلك الجانب. والآن، هل أنت من محبي الشوكولاتة البيضاء؟ إذن إليك أخباراً سيئة، إنها أبعد ما تكون عن الشوكولاتة الحقيقية، فهي في الأساس مزيج من السكر والحليب والفانيليا وزبدة الكاكاو. وزبدة الكاكاو غير كافية لصنع الشوكولاتة، يجب أن تحتوي على سائل الشوكولاتة أو بودرة الشوكولاتة. من جهة أخرى، يختلف الليمون والبنزهير عن بعضهما البعض، يمكن لليمون الأصفر أن يطفو، أما البنزهير فسيغرق. يرجع ذلك إلى الكثافة الكبيرة للبنزهير مقارنة بالليمون الأصفر. منذ 200 عام كان يستخدم الكاتشب كدواء، ظن الأطباء أن للطماطم الكثير من الخصائص الطبية وكذلك الكاتشب، ما زلنا نحبه حتى اليوم، لكن كنوع من الصلصة. فلفل شيبوتلي ليس نوعا خاصا من الفلفل، إنه فلفل الهالابينو القديم الجيد. الهالابينو المجفف والمدخن هو فلفل شيبوتلي، المنتج الوحيد الذي لا يفسد حتى لو لم تحفظه في الثلاجة. العسل، يتمتع العسل بدرجة حموضة منخفضة ويحتوي على الكثير من السكر، وهذا ما يجعل الكائنات الحية التي تفسد الطعام تعجز عن العيش في العسل. كل تلك الحلوى ذات الألوان الزاهية ملونة بالخنافس. صبغة الطعام الحمراء مصنوعة من الكارمين الذي تنتجه الخنافس القرمزية، وأحمر الشفاهي مصنوع من هذه الخنافس أيضا. أجل، يبدو المربى والجلي شيئا واحدا، لكن في الواقع هناك فرق كبير بينهما. يصنع المربى من الفاكهة، بينما يصنع الجلي من عصير الفاكهة. لا علاقة لتاريخ انتهاء صلاحية الموجود على عبوات المياه المعدنية بتلف المياه. في الحقيقة لا يمكن للماء أن يفسد، لكن يمكن أن تفسد الزجاجة، ومع مرور الوقت تبدأ بتسريب بعض المواد الكيميائية غير الآمنة. يمكن لماء التونيك أن يصبح مشعا عن تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، الضوء الأسود، نظرا لاحتوائه على مادة الكينين الذي تجعله مرا ومتوهجا. يمكن أن يؤثر لون الأطباق والأكواب على نظرتك للطعام. شربت مجموعة من 57 متطوعا الشوكولاتة الساخنة في أكواب مختلفة، لكن معظم المشاركين قالوا إن الأكواب البرتقالية الأفضل. يعد استخدام أطباق حمراء فكرة رائعة لمن يتبعون نظاما غذائيا، فهي تثير الشعور بالقلق، لذا ينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل. تسبب رقائق البسكويت الضرر لأسنانك أكثر مما يفعله السكر، فالسكر لا يفسد أسنانا، بل الحمض ما يؤدي لتلف مينا الأسنان، وتنتج رقائق البسكويت هذا الحمض لتخلق بيئة جيدة للبكتيريا التي تجد غذاءها بين أسنانك. الفراولة والعليق من الناحية النظرية ليسا من التوت. يوجد لهذه الثمار بذورا من الخارج، لكن تكون بذور التوت الحقيقي داخل الثمار، كما الحال في العنب والطماطم والخيار وحتى الموز. أخبرتك بأن الموز من التوت، لكن هذا صحيح جزئيا فقط، إنه في الواقع توت ينمو على الأعشاب. إن كنت تريد أن تجعله ينضج بسرعة أكبر، فضعه في كيس بلاستيكي مع حبة من التفاح أو الطماطم، اللذان ينتجان غاز الإيثيلين الذي يساعد على إنضاج الفاكهة الأخرى. نعلم جميعا أن التفاح الذي نشتريه من المتجر لم يقطف حديثا، حيث يمكن حفظه لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهرا مع بقائه بحالة جيدة. يمكن لثمار البطيخ أن تكون ذكورا وإناث. أجل، لهذه الفاكهة جنس محدد، الذكور منها أطول وتحتوي على مياه أكثر، أما الإناث فهن أقصر وشكلهن أكثر استدارة، كما أنهن أكثر حلاوة. البهار الحلو ليس خليطا من التوابل كما قد تظن، فله رائحة تشبه إلى حد ما جوزة الطيب والقرفة والقرنفل، لكنه في الواقع ثمرة مستقلة بحد ذاتها. يطلق عليه أيضا فلفل جامايكا، ويقطف عن الأشجار كالكرز تماما. السكر البني خدعة تسويقية أخرى، يتشارك كلا النوعين في أصلهما، لكن الفرق الوحيد بينهما أن السكر البني يحتوي على الدبس. دبس السكر الزلال ناتج للشراب الداكن الذي تحصل عليه عند استخلاص السكريات من البنجر أو القصب، ما أحلاه. يمكنك فقط تقطيع الماس باستخدام ماسة أخرى. الماس أصلب مادة طبيعية على سطح الأرض، ما بين استخراج الحجر من الأرض والمنتج النهائي الذي تراه في متاجر المجوهرات يمر الماس بعملية معقدة. يحتاج الماس قبل تقطيع الماس إلى التفكير في الشكل الأمثل للحجر تجنبا لرمي الكثير منه.
ترغب مدينة نرويجية تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية بأن تصبح أول منطقة في العالم خالية من الوقت. لا تغرب الشمس هناك إطلاقا بين 18 من مايو والسادس والعشرين من يوليو، لذا لا يرغب السكان المحليون في اتباع المفهوم التقليدي للوقت لتحقيق أقصى استفادة من 24 ساعة التي يملكونها. فبما أن ضوء الشمس يبقى طوال اليوم لا يمكنهم التصرف كبقية العالم. يمكنك أحياناً رؤية أشخاص هناك يلعبون كرة القدم في منتصف الليل أو يجزون العشب ويطلون منازلهم عند الثانية فجراً. يبدو برج بيزا بهذا الشكل المائل لأنه بني فوق تربة ناعمة. ربما كان هذا محبطاً للأشخاص الذين قاموا ببنائه، لكنهم وجدوا في النهاية أن التربة الناعمة سبب يجعل البرج أكثر أماناً من الزلازل. فبسبب نعومة التربة وصلابة البرج وعلوه لا يتحرك البرج مع اهتزازات الزلزال، لذا سبب ما يلان البرج هو السبب ذاته الذي جعله قائما إلى الآن حتى بهذه الوضعية الغريبة. في الواقع لا يمكنك رؤية الأسود الداكن في غرفة حالكة السواد، إنها ظاهرة خاصة حيث ترى الضوء الداكن أو كما يشير إليه الناس أيضا باللون رمادي الدماغ، وهي خلفية رمادية داكنة يراها الكثير من الناس عند غياب الضوء، حتى أن البعض يطلقون عليها الضوضاء البصرية لأنها أشبه بمجال دائم التغير مكون من نقاط صغيرة بالأبيض والأسود. لا شك أن البطيخ من أكثر الفواكه إنعاشا وترطيبا، خاصة في أيام الصيف الحارة، ولكن إن تذوقت بعض الحلوى بنكهة البطيخ كالحلوى الجيلاتينية أو الحلوى الصلبة فعادة ما تكون إما حامضة أو حلوى للغاية. إنها ليست كالبطيخ الحقيقي إطلاقا. في الواقع يستحيل محاكاة مذاق البطيخ الشهي في حلوى البطيخ الشديدة الحموضة نظرا لندرة المركبات الكيميائية الرئيسية الموجودة في هذه الفاكهة، بينما يستخدم في تحضير نكهات البطيخ مزيج من النكهات الاصطناعية الرخيصة. يمكن صنع نكهات واقعية عالية الجودة للحلويات والعصائر، لكنها ستكلف الشركات مبالغ طائلة. يحب بعض الناس نكهة البطيخ المزيفة، لكن يفضل معظمهم النكهة الأصلية الحقيقية. ما سبب وجود تاريخ انتهاء الصلاحية على زجاجة الماء؟ لا شك أن الماء لا يفسد تماما كالملح والسكر، لكن رغم أنه ليس هناك تاريخ انتهاء صلاحية للماء، هناك صلاحية محددة للزجاجات البلاستيكية. عند انتهاء فترة صلاحية الزجاجة البلاستيكية تبدأ المواد الكيميائية في التسرب إلى الماء. لن تجعل هذه المواد المياه سامة، لكنها قد تغير من مذاقها، وبالتالي لن تحصل على المياه العذبة التي تتوقعها. وهناك سبب آخر لوجود تاريخ انتهاء الصلاحية على زجاجات المياه المعبأة، وهو أن هناك قانون يلزم جميع المصنعين بوضع تاريخ انتهاء الصلاحية على جميع المنتجات بما فيها الماء. وأيضا تستخدم العديد من الشركات التي تنتج هذه الزجاجات نفس الآلات لتعبئة المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات، وهذه تنتهي صلاحيتها، وبالتالي سيكون من الأسهل وضع ختم على جميع الزجاجات سواء كان ذلك ضروريا أم لا، بدلا من شراء آلات خاصة لزجاجات المياه فقط. كيف لا تملك التوائم المتطابقة بصمات أصابع متطابقة؟ إن نمط النتوءات الموجود على أصابعك فريد ويبقى على حاله طوال حياتك، لهذا تعد بصمات الأصابع سمة وجيهة لتحديد الهوية. قد تجد شخصين ببصمات أصابع متطابقة، لكن احتمال حدوث هذا أقل من 1 من كل 64 مليار. تملك التوائم المتطابقة بصمات مختلفة قليلاً نظراً لتأثر الأنماط بالعوامل البيئية أثناء التطور قبل الولادة وبعامل الوراثة. بصمات الأصابع ليست سمة مميزة للبشر فحسب، إذ تملك الغوريلا والشمبانزي نتوءات رفيعة على أطراف أصابعها، ويبدو أنها مميزة لكل فرد منها. لماذا تأتي الشاشات الخضراء بلون أخضر وليس بأي لون آخر؟ تعرف تقنية تصوير شخص ما أمام شاشة خضراء باسم مفتاح الكروما. يتم تصفية اللون الأخضر رقمياً بحيث يمكنك استبداله بأي مقطع تريد إضافته. إذا كان الشخص الذي تقوم بتصويره يرتدي شيئاً أخضر، ستقوم صورة الخلفيات بملء ذاك اللون أيضاً، وهذا ما يجعل الشخص الذي تقوم بتصويره يبدو وكأنه مليء بالثغرات. إضافة إلى ذلك، اللون الأخضر مفيد لأنه يشبه قليلاً درجات لون بشرة الإنسان. لماذا تشعر بالدوار بعد الدوران؟ هناك شعيرات تبطن جوانب الأنابيب الدقيقة المليئة بالسوائل الموجودة في أذنك الداخلية. عندما تحرك رأسك، تكتشف هذه الشعيرات التسارع، مما يعني تغيراً في سرعة جسم معين.
إن قمت بالدوران لفترة كافية فلن يتمكن دماغك من التعامل مع إشارات الدوران المستمرة القادمة من أذنك، ولا يمكنه التكيف معها سوى بإيقافها. في اللحظة التي تتوقف فيها تبلغ أذنيك عن توقف الدوران بشكل صحيح، لكن عقلك لا يزال في الوضع الذي يقوم فيه بالتخلص منه، فيعتقد أنك بدأت الآن في الدوران في الاتجاه المعاكس. إذن كيف يمكن للمتزلجين على الجليد القيام بكل تلك الأشياء المدهشة على الجليد ولا يشعرون بالدوار؟ عند قيامهم بالدوران يغلقون أعينهم على نقطة ثابتة ويبقونها على هذا النحو. إنهم يحركون رؤوسهم بسرعة كبيرة عندما لا يتمكنون من لف رقابهم أكثر. يقوم هؤلاء المتزلجون بدوران سريع جدا، لذا يتدربون تدريجيا للتغلب على الشعور بالدوار، ويتعلمون طريقة إبقاء أعينهم في وضع أفقي، وهكذا يدور بصرهم حول محور واحد فقط. النجوم النيوترونية ليست ثقيلة، إنها كثيفة فقط، كثيفة لدرجة أن ملعقة صغيرة واحدة فقط من النجم النيوتروني تزن مليار طن. إنها أكثر النجوم كثافة وأصغر نوع من النجوم يعرفها الإنسان. تخيل أنك ستضغط 1.4 مرة كتلة شمسنا في كرة لا يزيد عرضها عن 10 كيلومتر. إنها كثيفة بسبب طريقة تكونها. يتماسك النجم نتيجة التوازن بين عملية الضغط الخارجي في نواة النجم وقوة الجاذبية التي تحاول تقليص النجم. عندما يفقد النجم إمداداته من الوقود تفوز الجاذبية ويتقلص النجم ثم ينهار. عندما تنهار النجوم التي يتراوح حجمها بين 8 إلى 20 كتلة من الشمس، فإن هذا يضغط على نواتها لتكون شديدة الكثافة، فيحدث ارتداد في طبقاتها الخارجية مكونا مستعرا أعظم، تاركا وراءه نجما نيوترونيا شديد الكثافة. إذا كان النجم يحتوي على 20 كتلة شمسية أو أكثر، فإن النواة لا تتحول إلى نجم نيوتروني بل تتحول إلى ثقب أسود. عندما تقضي يوما على الشاطئ في لعب الكرة الطائرة أو السباحة أو القيام ببعض الأنشطة البدنية الأخرى، فإنك تتوقع أن تكون مرهقا، ولكن حتى عندما تقضي يوما كاملا في الاسترخاء فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بالنعاس. لا يزال جسمك متعبا جدا لأنه يفعل الكثير حتى لو لم تراه وهو يفعل ذلك. أولا، إنه يعمل دائما على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية. عندما يكون الجو حارا بالخارج فإنه يتطلب المزيد من الجهد منك، إذ يبرد جسمك من خلال توسيع الأوعية الدموية. يعزز هذا تدفق الدم ويساعد دمك على الاقتراب من بشرتك، وهناك يمكنها تفريغ الحرارة زائدة، لهذا تصبح بشرة البعض حمراء عند شعورهم بالحر. أنت تتعرق أكثر عندما يكون الجو حارا بالخارج ومن جديد لتشعر بالبرودة، ويزداد معدل الأيض وضربات القلب لديك. ستفقد الكثير من الطاقة حتى لو كنت تتسكع على الشاطئ. لماذا تملك الحيوانات أشكالا مختلفة من حدقات العين؟ حدقة العين هي ثقب في قزحية العين يتيح للضوء بالمرور إلى شبكية العين. تعمل عضلات القزحية على تغيير حجم بؤبؤ العين، مما يؤثر على كمية الضوء التي تمر من خلاله. وبما أن عضلاتنا على شكل حلقة تتقلص بالتساوي نحو المركز، يكون البؤبؤ بشكل مستدير، ولهذا عدة فوائد، أولها توفير تركيز ثابت على مجال الرؤية بالكامل. لكن الحدقات الدائرية غير قادرة على الانقباض بإحكام كبعض أشكال الحدقات الأخرى. طورت الحيوانات المفترسة أو الفرائس عيونا كبيرة وحساسة في الليل، فتجد ضوء النهار كثيرا بالنسبة لها. لهذا السبب لديهم مجموعة إضافية من العضلات التي تجذب الحدقات وتحولها إلى شكل شق ضيق عند تعرضها إلى ضوء النهار. غالبا ما يكون للحيوانات المفترسة حدقات بشق عمودي كالكثير من الأفاعي والقطط. تساعدها هذه الحدقات على التركيز بشكل أكبر عبر مجال الرؤية الأفقي وتحديد مدى فرائسهم بطريقة مثلى. أما الحيوانات ذات الشقوق الأفقية كالأغنام والخيول فلن تجد لديها تركيز حاد على الحواف اليمنى واليسرى، لكن لديها رؤية محيطية أوسع. بهذه الطريقة يمكنها اكتشاف الحيوانات المفترسة القادمة من الخلف بشكل أفضل. حققت الفواكه الخالية من البذور نجاحاً تجارياً ساحقاً، ولا عجب لذلك، فلا أحد يحب التعامل مع البذور المزعجة عند أكل الفواكه. لكن كيف تنمو الثمرة بدون بذور؟ أظن أنها تتلقى بعض المساعدة. معظم الفواكه الخالية من البذور التي تراها في الأسواق ليست طبيعية، يزرعها العلماء في مختبرات وينتجونها من نباتات تحتوي ثمارها في العادة على الكثير من البذور الكبيرة. يبدأ العلماء بأخذ قصاصة من غصن، ومن ثم يخلطونها مع مجموعة عناصر غذائية،
بعد ذلك يضعونها في التربة وتنمو ثمرة جديدة بدون بذور. لكن البطيخة قصة مختلفة، فهناك نوع بطيخ يخلو من البذور بشكل طبيعي يسمى البطيخ الرباعي، وعند تهجين البطيخ الرباعي مع بطيخ عادي ببذور ينتج بطيخ جديد خالي من البذور. السماء زرقاء لأن الهواء يوزع الضوء الأزرق من الشمس عبر السماء قبل أن يصل إلى أعيننا، وذلك لأن الهواء مكون من جزيئات صغيرة كثيرة معظمها نيتروجين، وعندما يصطدم ضوء الشمس بجزيئات النيتروجين يتحول إلى ضوء أزرق، وينتشر هذا الضوء الأزرق عبر الهواء ثم يرتد في السماء، مما يجعل السماء تبدو زرقاء لأعيننا. إناث النحل هي التي تلسع، لأن بنية ذكور النحل الجسدية مختلفة، لكن لا يمكن للأنثى اللسع سوى مرة واحدة فقط، لأن إبرتها مكونة من واخزتين شائكتين، وحالما تدخل الإبرة في شيء لا يمكن سحبها. هذه الإبرة متصلة بجهاز نحلة الهضمي، مما يعني أن كل جهازها الهضمي وعضلاتها وأعصابها تنسحب معها، لهذا السبب لا تلسع النحلة إلا عندما تضطر لذلك. قد يبدو أن المسافة ستقصر لو حلقت الطائرة في خط مستقيم، لكن الواقع أن محيط الأرض أكبر بكثير عند خط الاستواء منه مقارنة بالقطبين، وهذا يعني أن الميل ناحية القطبين أقصر من الطيران في خط مستقيم. يستغرق دوران الأرض حول الشمس 365 يوما وربع يوم، بما أن سنوات التقويم تضم 365 يوما فقط، فإننا نضيف يوما إضافيا كل 4 سنوات للتعويض عن الفرق. هذا سبب حدوث السنة الكبيسة كل 4 سنوات، لأنها تشمل هذا اليوم الإضافي. نجم البحر قادر على إنبات أذرعه عندما تنفصل عن جسمه المركزي. الأدهى من ذلك أنه إنبات جسم جديد من ذراع، يقوم بتخزين العناصر الغذائية الضرورية في ذراعه حتى يتمكن من تشكيل فم جديد، ولديه عدد كاف من الخلايا التي يمكنها التحول إلى أعضاء وأنسجة مختلفة عند انفصال أحد الأطراف. ليست هذه الميزة رائعة؟ عندما ينخفض شحن هاتفك إلى 1%، يظل يعمل لمدة أطول من ذلك، وهذا لأن نسبة البطارية المئوية مجرد تقدير، ولا يعرف الهاتف في الواقع القدر المتبقي من الشحن. يمكن للصبار النجاة في الصحراء بدون ماء بفضل 3 ميزات رئيسية. أولاً، جذوره طويلة ومتعمقة في التربة مما يساعدها في امتصاص الماء. ثانياً، لديه أشواك بدلاً من الأوراق حتى لا يفقد الماء الذي يتبخر من الأوراق. وأخيراً، سيقانه مغطاة بطبقة شمعية سميكة تحبس الماء، لكن من الأفضل تجنب لمس الصبار لأن هذه النبتة شائكة. تعمل تقنية البلوتوث بدون أسلاك لأنها تستخدم موجات الراديو لإرسال المعلومات مثل أجهزة الراديو والتلفاز والهواتف الخلوية. ومثل الراديو، يعمل كل جهاز على قناة من بين عدة قنوات تردد، وعندما يحاول جهازان الارتباط يقومان باختيار قناة بشكل عشوائي. إن كانت مأخوذة بالفعل فإنهما ينتقلان إلى قناة أخرى، لهذا السبب لا يحدث تداخل، لكنها مجرد أجهزة إرسال قصيرة المدى، وهذا يفسر سبب عدم نقل أجهزتك الإشارات لمسافة بعيدة. تم اختيار اللونين الأحمر والأزرق لأضواء سيارة الشرطة حتى يتمكن السائقون من رؤيتها بسهولة في جميع الأوقات. تكون الأضواء الحمراء أكثر وضوحاً خلال النهار والزرقاء خلال الليل. يعوم الناس بشكل طبيعي في البحر الميت، لأن تركيز ملوحة المياه فيه مرتفع، مما يجعل كثافة المياه فائقة. تضغط الجزيئات بشكل متقارب، لذا لا يمكن لأي شيء اختراقها. جسم الإنسان أقل كثافة، لذلك يعوم على سطح الماء. لو وضعت خيارة بالقرب من قطة، فعلى الأرجح أنها ستقفز كما لو أنها رأت وحشاً مرعباً. يعود السبب لشكل الخيار الشبيه بالثعبان، وغريزة الفرار المتأصلة في القطة تدفعها للقفز والهرب. لذا رجاءً، لا تخف قطتك بالفاكهة التي نعتقد جميعاً أنها من الخضار. قد تصدمك المعلومة التالية، لكن يطلق كل كلب رائحة فريدة من الخلف، وتنقل هذه الرائحة معلومات حيوية للكلاب الأخرى، تحدد من خلالها ما إن كانت قد التقت في السابق. لهذا السبب تفعل ذلك في كل مرة تقابل فيها كلبا، إنها مثل بطاقة الهوية للكلاب.
الحافلات المدرسية صفراء لأن الأصفر أكثر الألوان وضوحاً، مما يقلل من مخاطر الحوادث ويساعد الركاب على رؤية الحافلة عند وصولها. كما ثبت أن الحروف السوداء المكتوبة على الأصفر هي الأسهل قراءة في العتمة ومن مسافات طويلة. يقود سكان بريطانيا على الجانب الأيسر من الطريق وليس الأيمن، ويعود تاريخ ذلك إلى القرن 18 في لندن، عندما كان ممكنا للسيارات القيادة على أي جانب من الطريق. لكن بسبب ذلك تفاقمت الازدحامات المرورية وحوادث الاصطدام، لذا جرى سن قانون يوجب التزام حركة المرور المارة عبر جسر لندن بالجانب الأيسر. ثم انتشر هذا القانون في كافة أنحاء بريطانيا. يستخدم حوالي 85% من الناس اليد اليمنى، جانب الدماغ الأيسر هو المسؤول عن التخطيط والتنفيذ، ويتحكم كل جانب من الدماغ في تصرفات الجانب المعاكس من الجسم، لذا يتحكم الجانب الأيسر من دماغك في الجانب الأيمن من جسمك، وعندما تستخدم الأدوات أو تكتب فإنك تستخدم الجانب الأيسر من دماغك. هل هذا واضح؟ أشعر أني ضائع. لا تصعق الكهرباء الطيور الواقفة على أسلاك الكهرباء لأنها تضع كلتا قدميها على السلك، ولا يتم إنشاء دائرة كهربائية. تنتقل الكهرباء على امتداد السلك وليس عبر الطائر، ولا يعمل ذلك إلا في حال بقاء كمية الكهرباء المتدفقة عبر السلك ثابتة، لكن الوضع يختلف عندما يتغير الجهد الكهربائي في السلك. ومع ذلك فإن الطيور صغيرة جدا لدرجة أنها لا تستطيع تخزين الكثير من الشحنات الكهربائية، وهذا يعني أنه حتى لو تدفقت الكهرباء عبرها فستكون الشحنة ضئيلة لدرجة أنها لا تصعقها. يوجد بين المحيطين الهادئ والأطلسي حاجز غير مرئي يمنعهما من الاختلاط. يختلف المحيطان من ناحية كثافة المياه والتركيب الكيميائي ومستويات الملوحة، ويمكنك رؤية الفرق بمجرد النظر إليهما لاختلاف ألوانهما أيضا. تمثل الصورة على زر حفظ في مستند الوورد قرصا مرنا، وقد شاع استخدام هذا القرص لتخزين البيانات وحفظها في التسعينيات، لكنه أصبح طي النسيان في الوقت الحالي. يا إلهي، أشعر أني عجوز بالفعل. يصيح الديكو في الصباح لأن لديه ساعة منبه داخلية تساعده على معرفة وقت شروق الشمس، ويحتاج إلى معرفة وقت شروق الشمس حتى يبدأ البحث عن الغذاء والدفاع عن أرضه. ويبدأ الديكو في الصياح في عمر 4 إلى 5 أشهر. هناك سبب وراء أكل كلبك العشب، فهو يحتاج إلى العشب في نظامه الغذائي حتى يحصل على الألياف التي تساعد على الهضم. في حال لم يحصل الكلب على ما يكفي من الألياف قد يعجز عن هضم طعامه بشكل صحيح. تضم الجرارات عجلات خلفية كبيرة حتى تتمكن من سحب أي وزن خلفها دون أن تتأرجح. كما تحتوي العجلات الكبيرة على مساحة سطحية كبيرة، مما يساعد على منع انضغاط العشب والتربة تحتها. لا تهز الكلاب ذيولها عند الشعور بالسعادة فقط، بل تستخدم ذيولها للتواصل والتعبير عن مشاعرها تجاه الحيوانات الأخرى. ويظهر الذيل مجموعة متنوعة من المشاعر، من القلق إلى الحماس. لون العشب أخضر لأنه ينتج صبغة زاهية تسمى الكلوروفيل. يمتص الكلوروفيل الضوئين الأزرق والأحمر، لكنه يعكس الضوء الأخضر، ومن هنا يأتي لون حديقتك. لنعترف، من لا يستمتع بتناول المعكرونة الباقية من اليوم السابق عندما لا يكون لديك مزاج للطهي؟ لكن لا يعرف أغلب الناس أفضل طريقة لتسخين المعكرونة في الميكروويف. ستسخن بشكل متساو إذا شكلت حفرة في المنتصف ليبدو الطبق مثل دونات كبيرة. للمحافظة على المعجنات طازجة، غطها بشريحة من الخبز. إذا وضعت البسكويت في كيس، ضع بعض الخبز معه ليبقى لينا ومنعا للجفاف. يمكنك استخدام ربطة مطاطية لإغلاق الأكياس البلاستيكية، أو يمكنك قطع الجزء العلوي من زجاجة بلاستيكية ووضعه على كيس بلاستيكي مفتوح بهذه الطريقة وإغلاق الغطاء. عندما تعد لنفسك شطيرة لحم وخس وطماطم، ضع شرائح اللحم بهذه الطريقة حتى تغطي كل أجزاء الخبز باللحم. أفضل طريقة لتقطيع الخبز هي بقلبه وقطع الجزء الأصلب أولا. بهذه الطريقة ستحافظ على شكل رغيف الخبز. عليك أيضا الانتظار حتى يبرد الخبز ليصبح بحرارة الغرفة قبل تقطيعه. عندما تتناول المشروبات بالخارج، غطي الكوب بقواعد الكب كيك. سيمنع هذا الحشرات من الدخول إلى مشروبك.
جرب وضع حاويات الآيس كريم في أكياس الغلق الذاتي قبل تخزينها في مجمد الثلاجة. إذا لم تفعل ذلك ستجد صعوبة في تناول الآيس كريم في اليوم التالي. إذا وضعته في الكيس البلاستيكي سيبقى الآيس كريم لينا. بدلا من فتح كيس الفشار بالطريقة العادية، اثقب جانبه وبهذه الطريقة لن تتسخ يدك بالدهون. هل حلمت من قبل بالشطيرة المثالية التي لا يخرج الحشو خارج حدودها ويتوزع بتساو على الخبز؟ هذه هي الطريقة. اقطع حشو الشطيرة إلى نصفين. بهذه الطريقة ستغطي كل الخبز بالحشو. يمكنك تحويل الجزء المعدني على قاعدة الدباسة. إذا حولتها ستنحني دبابيس الدباسة إلى الخارج، مما يتيح لك تدبيس شيء بشكل مؤقت، ويمكن إزالة الدبابيس بسهولة عند الحاجة. قد يكون تفصيص الرمان صعبا، لكن ليس بهذه الطريقة. خذ أولا سكينا حادا واصنع 4 أو 6 شقوق من الأعلى إلى الأسفل بالقطع في القشرة وليس في الحبات نفسها، ثم املأ طبقا بالماء الدافئ. اغمر الرمان في هذا الحمام المائي الذي سيمنع العصير الأحمر القاني من تلطيخ ملابسك وكل ما حولك إذا انفتحت إحدى الحبات. ثم افتح ثمرة الرمان بلطف في أماكن الشقوق واسحب كل جزء إلى الخارج. هناك طريقة للإمساك بالبرجر دون تفسخه في يدك. ضع أصابعك الثلاثة الوسطى على قمة البرجر وإصبعيك الخنصر والإبهام تحته. ستحافظ هذه الطريقة على الحشو في مكانه. سحب كيس القمامة من الصندوق أو وضع كيس بلاستيكي جديد مرهق أحيانا، لكن إذا ثقبت صندوق القمامة يمكن للهواء الدخول إليه، مما يمنع الكيس من الالتصاق فيه. جرب تناول تسالي الجبن باستخدام عيدان الطعام. بهذه الطريقة لن تجد أي دهون على أصابعك. إذا كنت تخزن أكياس القمامة، جرب طيها على شكل مثلثات أوريغامي صغيرة، ستوفر لك الكثير من المساحة. الطريقة الصحيحة لتناول الكب كيك هي تناوله كشطيرة. أولا أزل الكب كيك من القاعدة واقطع الجزء السفلي وضعه في الأعلى. ستستمتع بهذه الطريقة بالكريمة في كل قضمة. بعض عبوات الشوكولاتة مزودة بمنحنيات بين الثقوب التي تحوي قطع الشوكولاتة. إذا ضغطت على هذه المنحنيات ستخرج الشوكولاتة من مكانها. إذا احتجت إلى تسخين طبقين في نفس الوقت، ضع أحدهما فوق كوب. عندما تتناول أجنحة الدجاج، هزل العظام بالإمساك بها ولفها وسحب العظم. بعد فتح صندوق حبوب الإفطار، ينقل بعض الناس محتوياته إلى حاوية أخرى، بينما يكتفي آخرون بطي الكيس البلاستيكي وإرجاعه إلى الصندوق، آملين أن ينتهوا من تناوله قبل أن يفقد نكهته. لكن هناك طريقة أخرى أفضل. بهذه البساطة، عندما تستخدم الخلاط املأه بالسائل أولا. ابدأ بوضع الحليب أو ماء جوز الهند أو الزبادي، ثم ضع التوت أو الفاكهة أو السبانخ. عندما تحاول حذف بعض الكلمات لا تكتفي بوضع خطوط فوقها. لن يساعدك هذا إذا حاول أحدهم معرفة ما كتبت. بدلا من ذلك اكتب حروفا أخرى فوق الكلمات المحذوفة. أمسك بشريحة البيتزا لتصنع شكل حرف يو، سيمنع هذا الحشو من التساقط. يمكنك العثور على عبوات جل السيليكا في الحقائب والأحذية وغيرها من الأشياء التي تشتريها. يوجد الجل في الأغراض لامتصاص الرطوبة الزائدة. لا تتخلص من تلك العبوات. في كل مرة يبتل حذاؤك، ضع إحدى تلك العبوات داخله وسيجف بشكل أسرع. يمكنك الآن التوقف عن وضع مشبك على كيس شرائح البطاطا المفتوح. هذه طريقة سريعة لحفظ التسالي طازجة. ما عليك سوى طي الكيس عدة مرات لتمنعه من الانفتاح. هكذا. لف الملابس خلال طيها أو تخزينها يساعدك في توفير الكثير من المساحة في حقائبك، كما يحمي ملابسك من التجعد ويجعل حقيبتك أكثر تنظيما. استخدم هذه الطريقة للبنطلونات والقمصان وملابس النوم والسباحة والملابس غير الرسمية. للأسف لا تنفع هذه الطريقة للملابس الفضفاضة مثل السترات. يمكنك أيضا استخدام ماسورة تعليق الملابس أو الستائر لتعليق زجاجات الرش بداخل خزانة الحمام لتوفير المساحة. يمكنك استخدام الفتحة الموجودة في المسطرة لتعليقها بخطاط. يمكنك أيضا تضليلها بقلم رصاص إذا أردت رسم دائرة مثالية. إذا أردت ملء حاوية بالماء ولا يتسع لها الحوض، يمكنك استخدام الجاروف. ضعه تحت الصنبور ووجهه حتى ينزل الماء منه إلى الحاوية بالأسفل.
بدلا من تقطيع البطيخ إلى شرائح، جرب تقطيعه بالعرض. هذه طريقة مريحة لأكل البطيخ، ولن يتسبب العصير المتساقط في فوضى تعم المكان. عندما تستخدم مكعبات الثلج لقهوتك المثلجة، فإنها تخفف مشروبك ويفقد مذاقه. جرب صنع مكعبات القهوة بدلا من ذلك، إنها سهلة التحضير. صب بعض القهوة في صينية مكعبات الثلج وجمدها. يبدو أن هناك طريقة صحيحة لتناول رقائق البطاطا، ليس الأمر ببساطة وضعها في فمك. إذا كنت تأكل شرائح علامة برينجلز، فحاول وضعها على لسانك مع جعل الجانب المقعر للأسفل، سيكون طعمها مركزا أكثر من الجانب الآخر. هناك حيلة أخرى، أدخل قطعة طويلة من الورق في العلبة ثم اسحبها للخارج بحرص، ستحصل على صينية من شرائح برينجلز. تستطيع الدباسة إبقاء حلقة مفاتيحك مفتوحة بسهولة أثناء إضافة مفاتيح جديدة. تحتوي معظم مقصات المطبخ على أسنان معدنية تشبه الزردية في المنتصف بين المقبض، يمكنها مساعدتك في تكسير المكسرات وقشور السلطعون وغيرها من الأشياء صعبة الكسر. يمكنك أيضا استخدامها لفتح البرطمانات والزجاجات أو إزالة سيقان الأعشاب. أسهل طريقة لأكل ثمار المانجا هي تقطيعها إلى مكعبات، وهكذا لن تحتاج إلى تقشيرها حتى. لفك عقدة بسرعة كبيرة، لف الطرف المفتوح قدر الإمكان وادفعه من خلال العقدة. أفضل طريقة لتقشير الموز هي البدء من الأسفل حيث توجد البقعة السوداء، هذا يجعل تقشيره أسهل. لا مزيد من الموز المهروس والخيوط المزعجة. في بعض الأحيان تحتاج إلى الابتعاد عن الكمبيوتر، ولكنك لا ترغب في الاستمرار في تسجيل الدخول مرة أخرى. ضع الماوس فوق ساعة ذات عقارب، سترصد الفأرة حركة العقارب، مما سيمنع شاشة الكمبيوتر من التحول إلى اللون الأسود. عندما تشتري حذاء جديدا ضيقا، اجعله مريحا بارتداء جورب سميك، ثم شغل مجفف الشعر على الأماكن الضيقة. يمكن استخدام الفحم للتخلص من الروائح السيئة والبكتيريا. ضعه في كيس مخرم واتركه في الغرفة التي تريد تغيير رائحتها. لا تحتاج إلى فلاتر هواء باهظة بعد الآن. يمكنك إبقاء وجبتك الباردة على حالها والحفاظ على طعامك بصنع حقيبة ثلج بنفسك. خذ إسفنجة واملأها بالماء، ثم ضعها في كيس بلاستيكي وأدخلها إلى الثلاجة. وعندما تتجمد الإسفنجة ستظل على حالها لفترة طويلة. تذكر أن عليك استخدام كيس لا يسرب الماء وإسفنجة جديدة. يمكنك إعادة استخدام حلقات الستائر بوضعها على شماعة، ثم تعليق أوشحتك أو أي من الأشياء الأخرى التي تتسع لها. سيساعدك هذا على توفير المساحة ويسهل رؤية أغراضك في خزانتك. مالاً، لست بحاجة للمشروبات الرياضية الخاصة، سيتولى عصير الكرز مهمة العناية بك بعد التمرين. إنه رائع لتخفيف ألم العضلات بعد التمرين، والذي يبدأ عادة بعد يوم أو يومين من التدريب، وتشعر في اليوم الثالث أنك بالكاد قادر على الحركة. إن عصير الكرز غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي العناصر التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، الأخيرة هي الجزيئات التي تسلب الإلكترونات من خلايانا وتتلفها. يحتوي عصير الكرز الحامض أيضاً على نسبة عالية من الأنثوسيانين، خاصة إذا قارنته بعصائر الكرز الأخرى، لهذا تجد مذاقه أكثر حموضة، وهذا العنصر بالذات هو المسؤول عن لون الكرز الأحمر الجميل، ما يجعل هذا المكون هاماً أنه مضاد للالتهابات. علامات الالتهاب التي نشعر بها في عضلات الجسم بعد التمرين تدل أن الجسم بحاجة لبدء عملية الإصلاح، ويمكن لعصير الكرز الحامض أن يسهم في تعافي عضلاتك بشكل أسرع وحمايتها من خسارة قوتها. بإمكانك تناول هذا العصير قبل التمرين وبعده. حافظ على ارتواء جسمك، خاصة إن كنت بعد التمارين المكثفة التي تتعرق فيها كثيراً. عندما تجدد مستوى السوائل في جسمك، فأنت تعيد تلقائياً القوة إليه وتحسن من مرونة عضلاتك وتخفف الألم. السوائل ضرورية لنمو العضلات وتعافيها، حيث يتكون جسم الإنسان من الماء بنسبة 70%. إلى جانب عصير الكرز الحامض، يمكنك شرب الماء العادي أو الشاي الأسود والأخضر أو ماء جوز الهند أو حليب الشوكولاتة أو المشروبات الرياضية قليلة السكر. تحتوي هذه الأنواع من المشروبات على الإلكترولايت، وهي أملاح مهمة لعضلاتك. يبدو هذا بديهياً، لكن الحمية الغذائية أمر ضروري. لا تفوت وجبات الطعام حتى لو كنت ترغب بإنقاص وزنك، لأنك قد تخسر العضلات. تسير الأمور بالعكس،
عليك تناول وجبات مناسبة لبناء العضلات وتسريع عملية الأيض. الأطعمة الغنية بالبروتين هي الأنسب لبناء العضلات وتعافيها، لذلك اختر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والمكسرات والبقوليات. وإلى جانب الوجبات الكبيرة اختر أيضا وجبات خفيفة مفيدة بعد التمرين. علاج التباين هو شيء آخر يجب القيام به بعد التمرين. الأمر في غاية السهولة، عليك أولا أن تستحم بماء بارد جدا ثم بماء ساخن نوعا ما، وبعدها كرر ذلك عدة مرات. تظهر الأبحاث أن هذا النوع من العلاج يخفف آلام العضلات ويعيد جسمك إلى طبيعته بشكل أفضل من طرق التعافي الأخرى. أسطوانة الفوم هي أداة للتدليك الذاتي. أثبت أحد الأبحاث أن الرياضيين الذين استخدموا الأسطوانة لأوتار الركبة بعد تمارين رفع الأثقال عانوا من ألم أقل في العضلات من أولئك الذين لم يستخدموها. تحفز الأسطوانة تدفق الدم إلى المناطق التي تقوم بتدليكها، مما يساعد في النهاية على وصول العناصر الغذائية الهامة إلى الأنسجة العضلية. يمكنك استخدامها قبل التمرين أيضا عند الرغبة بإحماء العضلات، ولكنها تأتي بنتيجة رائعة إن استعنت بها بعد نهاية التمرين. دلك ببطء العضلات التي تشعر بأنها مشدودة، وعندما تلحظ الاسترخاء في العضلات وصل التدليك لعشرين إلى ثلاثين ثانية قبل الانتقال إلى مكان آخر. التعافي النشط أو أداء التمارين بكثافة أقل لا تضطرك إلى التعرق كثيرا، من الخيارات الأخرى المتاحة، ومن ضمنه اليوغا والهرولة والمشي والسباحة وأي تمرين آخر غير شاق. مع أنك قد تعتقد بحاجتك للخمول قليلا لمنح عضلاتك فرصة للراحة، إلا أن السر يكمن في البقاء نشطا، إذ تحافظ حينها على تدفق الدم، مما يساعد جسمك على التعافي من التمارين المكثفة، وفي الوقت نفسه لن تجهد عضلاتك ومفاصلك، وستحافظ على مرونة العضلات والحد من الألم، وستطرد السموم من جسمك. إلى جانب ذلك ستشعر بشعور رائع عند بقائك نشيطا حتى في أيام إجازتك. مهلا، تنظيف شقتك من بين التمارين منخفضة الكثافة، لذا شغل الموسيقى التي تحبها وأبدأ التنظيف. سيساعدك المكتب الواقف بشكل كبير في أداء التمارين. بما أنك بدأت فعلا بممارسة الرياضة، فلا تسمح لنفسك بأن تكون كسولا لبقية اليوم. إن كنت تجلس لفترات طويلة أثناء النهار أو في العمل، ففكر في العمل على مكتب واقف لتصحيح وضعية جسمك. حاول القيام بأشياء ممتعة كالوقوف على اليدين. صحيح عليك أن تبدأ في مواجهة الحائط ولن تتمكن من إتقانه من أول مرة، لكنك ستحرز تقدما مع الوقت وستتمكن من اختبار قوتك وحركة مفاصلك. استحم وبدل ملابسك بعد الانتهاء من التمرين لتفادي التعرض للجراثيم. على الجسم طبقة دهنية واقية تسمى الزهم، وعندما تجتمع مع خلايا الجلد الميتة قد تؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر، لذا لا تسترخي طويلا بملابسك الرياضية المتعرقة. استعد جيدا للتمرين لتجنب الإصابات، وجهز نفسك لأنشطة بدنية مكثفة. عند تدفئة جسمك ركز أولا على مجموعات العضلات الأكبر كعضلات الساق مثلا. ابدأ بوتيرة منخفضة وبطيئة، وزد من نشاطك تدريجيا لوتيرة أسرع وأعلى كثافة. يمكنك البدء بخمس دقائق من النشاط منخفض الكثافة كالجري في مكانك أو المشي أو ركوب دراجة أو تمارين كارديو مثل قفزات جاك. بعد ذلك سيشعر جسمك بالدفء والنشاط ومرونة في المفاصل لتكون جاهزا للتمرين. لا تنسى تمارين التمدد والإطالة. عادة ما تأتي هذه التمارين بعد نهاية التمرين لأن جسمك في حالة إحماء وتريد تهدئته، عدا عن أن نطاق الحركة لها أكبر. قد تشعر بالرغبة في تجاوز هذه المرحلة، خاصة إن قضيت وقتا طويلا في التمرين، ولكن تمارين الإطالة هامة للتقليل من شد العضلات وزيادة المرونة. يمكنك تتبع نطاق حركتك بتحريك مفاصلك في الاتجاه الطبيعي ومعرفة المكان الذي تتوقف فيه، ثم مقارنته بالوضع الذي تتوقف عنده بعد شهر من الانتظام في تمارين الإطالة. تجهز تمارين الإطالة عضلاتك لجلسة التمرين التالية، سواء كانت في اليوم التالي أو بعد يومين. مارسها لعشر دقائق مقابل كل ساعة من التمرين، ثم حاول استهداف معظم المجموعات العضلية التي مرنتها أثناء التدريب. قم بتمديد كل منها من 20 إلى 30 ثانية، وكن حذرا إن انزعج جسمك، تباطأ فلربما بلغت فيها. لتمديد أوتار الركبة اجلس أرضا ومد ساقك اليمنى أمامك بوضعية مستقيمة، ثم اثني ساقك اليسرى حتى تلامس قدمك اليسرى ركبتك اليمنى. والآن انحني للأمام وحاول الوصول إلى أصابع قدميك بيدك اليمنى لتحقيق التمدد لأوتار الركبة.
إذا لم تستطع أمسك بقصبة الساق بدلا من ذلك. حاول في كل مرة تمارس بها هذا التمرين أن تميل جذعك بالكامل إلى الأمام وليس بكتفيك فقط، وكرر الحركة مع الساق اليسرى. لتمدد عضلات الأرداف يجب أن تكون على الأرض. اثني ساقك اليمنى واجعل قدمك اليسرى منبسطة على الأرض. ضع ساقك اليمنى فوق الفخذ الأيسر واثبت على هذه الوضعية. اسحب كلا الساقين نحو الجزء العلوي من جسمك وابق هكذا لثلاثين ثانية، ثم كرر للجانب الآخر. لتمديد عضلات الحوض، لامس بين باطني قدميك. أمسك بأصابع قدميك وأمل جذعك للأمام مع ثني الوركين. ولتمديد أسفل الظهر، استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك وعانق ساقيك. اسحب ركبتيك ببطء نحو صدرك لتشعر بتمدد أسفل ظهرك. لتمديد عضلات البطن، تحتاج إلى الاستلقاء على بطنك ووضع يديك تحت كتفيك. ادفع بالجزء العلوي من جسمك عن الأرض وأبق الحوض على الأرض. يستهدف هذا التمرين المنطقة الأمامية من المعدة. من الضروري أن تحصل على قسط جيد من النوم. تقضي القطط حوالي نصف حياتها في النوم. قد يبدو هذا مغريا، لكننا لسنا بحاجة إلى هذا القدر الكبير، فنحن نقضي في المتوسط الثلث فقط. عندما لا ننام بشكل كاف لا تحظى أجسامنا بالوقت الكافي للتعافي. في العادة يفترض أن تنام خلال 10 إلى 15 دقيقة. إذا كنت حقا بحاجة إلى النوم فسيستغرق الأمر أقل من 5 دقائق. حاول تجنب القيام بتمارين مكثفة قبل الذهاب إلى الفراش، لأنها قد تبقيك يقظا، بينما تساعدك ممارسة التمارين بانتظام في الحصول على نوم أفضل وبجودة عالية. هذا كل ما يتعلق بالنوم. أهلا بالأناناس وبما فيه. تعرفوا معنا على البروميلين، وهو إنزيم قوي يعمل على هضم البروتين وتكسير خلاياه. يتركز معظمه في لب الأناناس أو قريبا منه، وحتى أن هذه المادة تستخدم اليوم لتطرية اللحوم. ولكن بمجرد ابتلاعك للأناناس الشهي سيكسر حمض المعدة البروميلين بسرعة كبيرة. إن كان الإحساس باللسع والاحتراق الناتج عنه شديدا عليك فهناك طريقة للتخلص منه. يعمل الطهي على تغيير الإنزيمات في أي طعام، لذا فإن وضع الأناناس على الشواية سيمنع أي أذى. تلتئم أنسجة الفم أسرع من أي جزء آخر من الجسم، ويرجع ذلك إلى زيادة تدفق الدم إلى الوجه. وفي خبر آخر، يصنع من حليب الحمير أندر وأغلى أنواع الجبن في العالم. لتصنيع جبن بولي يجب حلب الحمير يدويا 3 مرات في اليوم. يتطلب الأمر أكثر من 25 لترا من الحليب لإنتاج 900 جرام من الجبن الأبيض المفتت، وثمن 450 جرام منه حوالي 600 دولار. هذا الجبن غني بنسبة عالية من البروتينات والكالسيوم وأوميغا 3، وهو بديل ممتاز لمن يعانون من حساسية حليب البقر. لكن 600 دولار لهذه الكمية؟ معدل قبول طلبات الالتحاق في هارفارد هو 4.7% من كل 100. وولمارت أصعب بقليل بنسبة لا تتجاوز 2.6%. الأشياء ساخنة تتحرك بسرعة على عكس الباردة التي تتباطأ. إذا توقفت الذرات عن الاهتزاز فهذا يعني أنها في درجة الصفر المطلق، وهذه هي درجة التجمد البالغة سالب 273.15 درجة مئوية أو 0 كلفن. يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى هذا الصفر المطلق، ولن تجدها في الفضاء حتى. متوسط درجة حرارة الفضاء حوالي 2.7 كلفن أو سالب 270 درجة مئوية. تحمل مجموعة من طيور النحام عدة أسماء، منها القطيع أو المستعمرة، لكني أحب مناداتها فلامينغو حسب. هاي أنا أحب اللون الوردي. تتجمع بالآلاف وتحلق نحو المسطحات المائية في جميع أنحاء العالم. على هذه الطيور التقيد بتناول أطعمة مختلفة في أماكن مختلفة، ولهذا يطرأ تغير طفيف على ألوانها، ويتوقف هذا على ما إذا كانت تأكل الطحالب أو الجمبري أو الحشرات. من ذوات الدم الحار، فقط البشر وبطاريق الإمبراطور يعيشون في القارة القطبية الجنوبية خلال فصل الشتاء. يمكننا نحن البشر ارتداء المعاطف، بينما تبقى طيور البطريق عالقة في ملابسها الرسمية. تشكل بطاريق الإمبراطور تجمعات كبيرة، ولكي تتشارك دفء أجسامها وتحمي نفسها فإنها تكون حشدا كبيرا يتحرك باستمرار، وهكذا يحصل الجميع على دور في المنتصف.
تبدو الغيوم بيضاء نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن قطرات الماء. عندما تكون الغيوم رقيقة، يمر جزء كبير من الضوء من خلالها، مما يجعل السحابة تبدو بيضاء. وكلما حملت الغيمة ماء أكثر، زادت كثافتها وقل الضوء، فنراها باللون الرمادي. ينتج جوز الهند البحري أكبر وأثقل البذور في العالم، وقد يصل طول البذرة الواحدة إلى 30 سنتيمتر ومحيطها إلى 90 سنتيمتر، ويتجاوز وزنها 20 كيلوغرام. قد تكون الأرانب لطيفة ومحبوبة، لكن في مدينة بريسبن الأسترالية يمنع اقتناؤها كحيوانات أليفة. يمكنك الاحتفاظ بها للأغراض المعتمدة فقط، مثل الترفيه العام كألعاب الخفة. خط كارمان هو خط يوجد إجماع دولي على أنه بداية الفضاء، ويرتفع 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. تشكل الدهون ما نسبته 60% من دماغ الإنسان، وهذا ما يجعله العضو الأكثر دهنية في جسم الإنسان. والمادة الرمادية تساوي 40% من وزن الدماغ، وتحتوي على 100 مليار خلية عصبية تنقل الإشارات. لننتقل إلى موضوع آخر. يقع باندو في غابة فيش ليك الوطنية في أوتا. يعرف باندو باسم العملاق المرتعد لوجود أكثر من 47,000 شجرة حور راجفياني تشترك في نفس النظام الجذري، ويتواجد هناك منذ فترة طويلة لدرجة أن عمرها يقدر بحوالي مليون سنة. تغطى بيتزا مارغريتا بالطماطم وجبن الموتزاريلا والريحان لتمثل ألوان العلم الوطني الإيطالي. حقيقة عشوائية ولذيذة. هل عطست يوما ما بسبب قطة؟ قد تعاني الحيوانات الأليفة أيضا من الحساسية تجاه البشر بسبب الخلايا المتساقطة من جلدنا وشعرنا، رغم ندرة ذلك. وقد تتعرض للحساسية من الروائح التي نضعها كمزيلات العرق والعطور. تم تشييد أكبر قلعة رملية في العالم بارتفاع زاد عن 17.5 متر، وذلك في ألمانيا في 5 يونيو 2019 على يد سكالبترا بروجيكتس. احتاج الأمر 3 أسابيع ونصف وطاقما من 20 شخص لصنع القلعة الرملية من 11,000 طن من الرمل والماء. أكبر حيوان أرضي خاص بأنتاركتيكا هو ذبابة بلا أجنحة تسمى بلجيكا أنتاركتيكا، وطولها 1.3 سنتيمتر فقط. لا تستعجل، كل الحيوانات الأخرى في أنتاركتيكا من فئة الحيوانات البحرية. تقضي الفقمات وطيور البطريق معظم وقتها في المحيط بحثا عن الطعام، كما أن أنتاركتيكا هي المكان الوحيد الذي يخلو من النمل المحلي. الجنرال شيرمان هو أكبر شجرة في العالم. تقع شجرة سيكويا العملاقة في كاليفورنيا، ويزيد عمرها عن 2000 عام. إنها أطول من تمثال الحرية. فرو الدب القطبي ليس أبيض اللون أبدا، إنه شفاف ومفرغ على جلد الدب الأسود. قدرة الدب على التمويه كبيرة، إذ ينجح أحيانا في الظهور ككومة من الثلج في بيئات القطب الشمالي. تبقي طبقة سميكة من الدهون الدب القطبي دافئا أثناء السباحة، فيما تحميه طبقة مزدوجة من الفراء من الهواء البارد. دائما ما نرسمها ونعرضها بهذه الطريقة، إلا أن شمسنا ليست صفراء أو برتقالية أو حتى حمراء، إنها مزيج من كل الألوان. لو تمكننا من النظر إليها لظهرت لنا بيضاء. تصل درجة حرارة باطن الشمس إلى 15 مليون درجة مئوية، لكن تمكننا على الأرض من الوصول لدرجة أعلى. أنتج الباحثون في مختبرات سانديا الوطنية احتراقا غازيا شديد السخونة في المختبر وصل إلى 2 ملياري درجة مئوية. بالعودة إلى عام 1930 إلى يوم بلا أخبار. في 18 أبريل أفادت محطة إذاعة البي بي سي في لندن بعدم وجود أخبار في الساعة 8:45 مساء، وقاموا في الجزء الخاص بنشرة الأخبار الممتد ل 15 دقيقة بعزف موسيقى البيانو التي تبعث على الاسترخاء. أعتقد أن علينا تكرار ذلك، أليس كذلك؟ يبدو أن البشر هم الوحيدون الذين يتأثرون بدفعة طاقة من تناول الأطعمة المتبلة. حتما هناك فوائد لتناول الفلفل الحار كاحتوائه على مضادات الأكسدة وتسريعه لعملية الأيض واحتوائه على فيتامين جيم، ولكن يمكننا الحصول على كل ذلك من الخضروات الأخرى. لا يبدو أن هناك أي سبب يجبرنا على تناول الفلفل الحار. غالبية الموز المستهلك في جميع أنحاء العالم من هجين كافنديش. لا يحتوي هذا الموز على بذور،
ولا يمكنه التكاثر إلا بمساعدة المزارعين. يقوم المزارعون بإزالة جزء من الساق ليساعد الفاكهة الصفراء على النمو أكثر. هذا ما يجعل كل حبات الموز متطابقة وراثيا تقريبا. يتجمد الماء الساخن أسرع من الماء البارد. يطلق على هذه ظاهرة ما بيمبا. إذا وضعت الماء الساخن في وعاء مفتوح بالفريزر فسيواصل الماء تبخره، وكلما قل الماء قل الوقت اللازم ليتجمد. عندما تأكل كمية كافية من الجزر قد يتحول لون بشرتك إلى البرتقالي. يحتوي الجزر على مقدار كبير من مادة البيتا كاروتين، وهي صبغة برتقالية طبيعية يمكن للكثير منها أن يغير مظهرك، خاصة في مناطق الجسم ذات الجلد السميك كراحة اليد وباطن القدم وركبتين والمرفقين. المحيط أزرق لأن الماء يمتص غالبية الألوان الحمراء في طيف الضوء، فلا يبقى إلا درجات اللون الأزرق لنراها. ومع ذلك قد تتغير هذه الألوان في ظل ظروف معينة. قد يتحول إلى اللون الأخضر والبني والأحمر والوردي والبرتقالي، حيث يرتد الضوء عن الجزيئات في الماء أو عند شروق الشمس وغروبها. معظم المحيط مظلم تماما، فبالكاد يمكن لأي ضوء اختراق أعماق المحيطات. إذا حدث غزو للزومبي فلا تقلق، يوجد مركز خاص في الولايات المتحدة بموقع إلكتروني حقيقي يضم قوائم مرجعية للعناصر الضرورية والمدونات وروايات مصورة لتظهر مدى جدية الأمر، وحتى يوجد ملصق يوضح أنك جاهز. ولكن إذا ظهر الزومبي مع الأناناس فستكون في ورطة حقيقية. أكبر صحراء في العالم ليست الصحراء الكبرى، إنها مغطاة بالثلج. تغطي الصحاري القطبية قارة أنتاركتيكا وتبلغ مساحتها حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة الولايات المتحدة بمرة ونصف. لا تقاس الصحاري بدرجة الحرارة أو كمية الرمل، بل تعرف على أنها مكان يتلقى أقل من 250 مليلتر من الأمطار في السنة. يبلغ طول رقبة الزرافة حوالي 1.8 متر، بينما متوسط طول رقبة الإنسان 10 سنتيمتر فقط. لكننا نتشارك في شيء واحد، وهو وجود 7 فقرات في رقابنا. الاختلاف الرئيسي هو أن فقرة الزرافة الواحدة بطول 25 سنتيمتر. في عام 2015 صممت جامعة جنوب أستراليا دراجة امتدت لأكثر من 47 متر، كان يجب أن يجعلها أعرض من المتوسط لمنعها من الانقلاب بسبب طولها. لكن مجموعة شجاعة من راكبي الدراجات تمكنت من ركوب الدراجة لقرابة 100 متر. هذا الذي يخرج من صدفة المحار الملزمي ليس لسانا كبيرا، بل هي قدمه التي يستخدمها للتنقل، كما أنها قوية جدا ليتمكن من الحفر في أعماق الرمال والوحل وتوفير مكان آمن لنفسه. هناك فاكهة في أمريكا الوسطى والجنوبية تسمى الخرمال الأسود، طعمها يشبه بودينج الشوكولاتة. أوه، لنجربها. استمرت أطول لعبة كريكت لأكثر من 12 يوما، وكانت بين إنجلترا وجنوب إفريقيا، وذلك عام 1939، وانتهت دون تحديد الفائز لأن الفريق الإنجليزي اضطر للحاق بالباخرة للعودة إلى موطنه. تم عرض المقطع الدعائي الأول في إحدى دور السينما عام 1912، ولكنه كان لأحد عروض برودواي وليس لفيلم. كانت المقاطع الدعائية للأفلام تعرض في الأصل بعد انتهاء الفيلم، لكن في النهاية بدأت تظهر في بدايته، إذ كان المشاهدون يغادرون السينما فور انتهاء الفيلم. هاي انتهى وداعا. انتهيت فعلا. إلى اللقاء. إنه اليوم الأول من نهاية العالم. انهارت شبكة الإنترنت وانهارت سلاسل الخدمات اللوجستية. خارج منزلك العالم يعيش ويتنفس الفوضى. عليك أن تفكر بسرعة. يجب عليك التأكد من أن مؤنك ستستمر حتى من يدري. أولا تأكد من تخزين حصتك من لحم البيميكان، إنه مثل لحم البقر المقدد مع الكثير من القيمة الغذائية الإضافية. البيميكان هو اختراع للسكان الأصليين في أمريكا الشمالية. لقد اعتمدوا على البيميكان خلال فصول الشتاء القاسية أو عندما كانت الموارد شحيحة. يدوم طويلا ويسهل حمله. جوهر طعام البقاء على قيد الحياة. لا يبدو لذيذا، لكنه يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا تم تخزينه بشكل صحيح.
يعتبر الباميكان هذا مثالياً لنهاية العالم لأنه سيمنحك وجبة غذائية عالية القيمة. سوف تمنحك قطعة من أونصتين حوالي 300 سعرة حرارية، ولكن هنا تحصل على ثلاثة مقابل وجبة واحدة: اللحوم المجففة والتوت وحتى السكر، ولن تضطر إلى تناول الكثير من الطعام لتشعر بالشبع، لأنه يمنح جسمك مجموعة من العناصر الغذائية من البروتين إلى الكربوهيدرات. أعلم أنك ستفتقدها، لكن لا تتناول بسكويت رقائق الشوكولاتة الذي تحبه. أنت بحاجة إلى بديل اسمه بسكويت السفينة، لكن لا تجده في السوبر ماركت، عليك أن تخبزه بنفسك. كانت هذه هي الكعكة التي أكلها البحارة أثناء الرحلات الطويلة في البحر. يمكن لبسكويت السفينة أن يبقى مدى الحياة دون أن يفسد. هناك سجل للبسكويت الذي استمر لأكثر من 80 عاما. الأمر هو أنه عندما ذهب البحارة إلى البحر لم يعرفوا بالضبط متى سيصلون إلى الأرض مرة أخرى، لذلك كان عليهم أن يكونوا جاهزين من الناحية الغذائية، وإلا فقد يموتون جوعا. توصل الخبازون إلى هذه الوصفة البسيطة. يصنع هذا البسكويت في الغالب من الملح والدقيق وقليل من الماء، لكن السر هنا هو أن طريقة الخبز البطيئة تزيل كل الرطوبة منه. تساعد الفتحات الصغيرة الموجودة في الأعلى على إخراج الرطوبة أثناء عملية الطهي. يستطيع الشخص متوسط الحجم أن يعيش على 8 قطع من بسكويت السفينة يومياً، ولكن كان هناك جانب سلبي. كان هذا البسكويت جافاً جداً لدرجة أنه يمكن للمرء أن يكسر أسنانه أثناء تناوله، وينصح بإيلاء مزيد من الاهتمام نظراً لاحتمال وجود أخطاء مخبأة في الفتحات الموجودة في الأعلى. لذا قبل تناول ذلك البسكويت تأكد من التخلص من الحشرات. هل سمعت يوماً عن حساء يمكنك حمله معك؟ حسناً، يعد الحساء المحمول سراً قديماً يجب إدراجه في هذه القائمة. الحساء المحمول صعب ومكثف، إنه نوع من المرق المتصلب مثل المرق المصنوع أساساً من اللحم. تحتاج إلى طهيه ببطء مع أي نوع من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين. أثناء طهي اللحم سيطلق طعمه في الماء الموجود في الوعاء. بعد حوالي 18 إلى 24 ساعة من الاختزال ستحصل على مادة غذائية تشبه الجيلاتين. عندما يبرد يتحول إلى لوحة يمكنك تقطيعها إلى أقراص أصغر. لتناوله كل ما عليك فعله هو العثور على بعض الماء الساخن ووضع قرص اللحم بداخله. سوف يطلق جميع العناصر الغذائية المكثفة الموجودة فيه، مما يمنحك وجبة دافئة وشهية ومغذية للغاية. إذا حاولت المخاطرة بحياتك والخروج لشراء المؤن فلا تنسى الأرز الأبيض. يمكن لهذا النوع من الأرز أن يحافظ على محتواه الغذائي ونكهته لمدة تصل إلى 30 عاماً. يعتبر الأرز الأبيض أفضل من الأصناف الأخرى مثل الأرز البني بسبب زيوته الطبيعية. لنفترض أنه قد مر عام على نهاية العالم. لقد اعتدت على نمط حياتك الجديد في هذه المرحلة. تذهب للخارج للبحث عن بعض اللحوم الطازجة، ولكن لقد اصطدمت بدب. ولكن بما أن نظامك الغذائي محدث فلديك كل الطاقة التي تحتاجها للهروب من هذا الوضع، ويمكنك أن تشكر كاموت على ذلك. تحتوي هذه الحبوب القديمة على ما يصل إلى 40% من البروتين أكثر من القمح الحديث، وهي أكثر ثراء بالزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم والأحماض الدهنية الصحية. لا يطلق عليها اسم الحبوب عالية الطاقة لسبب عشوائي، فهي سهلة الهضم وتوفر طاقة أكثر من القمح العادي. فكر سريعا هنا، عندما نتحدث عن طعام البقاء على قيد الحياة فإننا لا نفكر فقط في الأشياء التي تملأ معدتك، نحن بحاجة إلى التفكير من الناحية الغذائية وكذلك النفسية. مما يعني جلو. قد يبدو الأمر سطحيا، لكن لا تقلل من أهمية الحاجة إلى الأطعمة المريحة خلال نهاية العالم. نظرا لأنه مصنوع من مسحوق صناعي فإنه يدوم لفترة طويلة جدا، بالإضافة إلى أنه مصدر للكولاجين، وهذا سوف يساعد عظامك على البقاء قوية.
تأكد من أن مخزنك يحتوي على الملح والسكر. لقد تم استخدام الملح منذ أن اكتشف الإنسان أنه يساعد في الحفاظ على مدة صلاحية اللحوم والأشياء، ولهذا السبب استخدمه المصريون في عمليات التحنيط الخاصة بهم، لذلك كان من شأنه أن يبطئ عملية التحلل. يمكن تخزين السكر لفترة غير محددة من الزمن. تأكد من الحصول على سكر مكرر عالي الجودة وتخزينه في مكان ما دون أي نوع من الرائحة القوية، لأنه يمتص الروائح المحيطة به. يمنع كل من السكر والملح البكتيريا والعفن من النمو. تذكر، الرطوبة هي أحد أعدائك الأولين في نهاية العالم، وربما أسوأ من الزومبي، ببساطة لأن الرطوبة تسمح للبكتيريا والعفن بالازدهار، وينتهي الأمر بهؤلاء الأشخاص بتناول كل طعامك. بعد مرور عامين على هذه الفوضى، اكتشفت طريقك فيما يتعلق بالطعام. عندما بدأ كل شيء، قمت بشراء مجموعة من الخضار الطازج وقمت بتجفيفه. من خلال تجفيف الطعام، يمكنك الحصول على جميع العناصر الغذائية، ولكنها تدوم لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل حجمه بشكل كبير، مما يجعل تخزينه أسهل بكثير. أنت لم تنسى زبدة الفول السوداني بالطبع. زبدة الفول السوداني غنية بالسعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها أفضل علاج لك في هذه المرحلة. أعرف ما الذي تفكر فيه، يمكنني الاستغناء عن الحلوى، ولكن كيف سأتمكن من العيش بدون الحليب؟ ليس عليك أن تفعل ذلك. بدلا من الحليب العادي، تأكد من حصولك على طن من الحليب المجفف. يمكنك أيضا التنويع قليلا وشراء مسحوق جوز الهند أو حتى حليب اللوز. لتحضيرها، ما عليك سوى مزجها مع القليل من الماء. وبطبيعة الحال، القهوة هي غذاء كبير للبقاء على قيد الحياة، يدوم لفترة طويلة على الرغم من أنه لن يوفر لك الكثير من التغذية. تحتوي القهوة على حصتها من مضادات الأكسدة، مما يساعد على إطالة العمر. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد على صحة الدماغ وتمنع الخرف. يجب أن تحصل على حصتك من الأطعمة المعلبة، البقوليات والخضروات وحتى الأسماك. تأكد من حصولك على بعض الفاصوليا السوداء، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد. يجب أن يكون لديك جهاز مناعة قوي، لأنه لن يكون هناك الكثير من الأطباء حولك، أو أنهم تحولوا إلى زومبي. سمك السلمون الوردي المعلب أمر لا بد منه في مخزن نهاية العالم الخاص بك. يحتوي على مجموعة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ستساعد في صحة دماغك وقلبك. يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات إذا تم تخزينه بشكل صحيح. عليك أن تفكر في الشوفان هنا. الشوفان هو أحد أكثر الأطعمة الصحية في العالم. يمكن أن يساعدك وعاء من دقيق الشوفان على الإفطار على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو حليف رائع عندما يتم تقنين الطعام. الشوفان الملفوف سهل الصنع ويمكن تناوله دون طهي، وذلك ببساطة عن طريق تركه في الماء طوال الليل. حبوب ذرة. تعتبر ذرة فلانت واحدة من أفضل أنواع تخزين المواد الغذائية على المدى الطويل. إنه يصنع دقيق الذرة جيدا. يمكنك أيضا طحنها وصنع خبز تورتيلا متوسط الحجم في حال بدأت تفويت تلك السهرات المكسيكية. من الأفضل تخزينها كاملة وطحنها فقط عند طهيها، وذلك من أجل المتانة بالطبع. لسوء الحظ، يحتوي الفشار على رطوبة أكثر من أنواع الذرة الأخرى، وهو ليس المرشح الأفضل للتخزين على المدى الطويل. دعنا نقول فقط إن الفشار لا يصل إلى نهاية العالم، وهو ما يقودنا إلى نقطة أخرى. لن ينجح أي من هذا إذا كنت لا تعرف كيفية تخزين طعام البقاء على قيد الحياة. أنت بحاجة إلى إنشاء موقع تخزين بارد ومظلم وجاف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطالة العمر الافتراضي لطعامك لمدة تصل إلى 30 عاما. بالنسبة للمواد المجففة، تحتاج إلى تخزينها من حاويات محكمة الغلق. الهواء هو نوع من الأشياء السيئة هنا، لأنه يساعد على أكسدة مجموعة من الأشياء. تحتاج معظم البكتيريا الموجودة في طعامنا إلى الهواء لتزدهر، لذا إذا قطعنا الهواء
فهذا يعني المزيد من الطعام لنا. تصور هذا، إنه صباح غائم وضبابي في منتصف الشتاء. يستيقظ توم متوترا بعض الشيء بشأن اليوم التالي. إنه يغادر في رحلة طويلة عبر منطقة مجهولة. يقول قائده إنهم سيحاولون مغادرة إنجلترا والتوجه إلى الأمريكتين. إنه مستعد ومتأهب لمغادرة منزله، عندما تذكره زوجته بأخذ البسكويت الذي أمضى الليل في تحضيره. هل نقوم بتكبير هذا البسكويت هنا؟ يبدو غريبا بعض الشيء، أليس كذلك؟ يطلق على هذه البسكويت اسم بسكويت السفينة، وهو البسكويت الذي يتناوله البحارة أثناء الرحلات الطويلة في البحر. يمكن أن يبقى بسكويت السفينة لسنوات دون أن يفسد. أعلم أن هذا يبدو مستحيلا، لكن السر يكمن في المكونات وطرق الخبز. عندما كان البحارة يغادرون، لم يكونوا يعرفون كم من الوقت سيمر دون أن تطأ أقدامهم الأرض مرة أخرى. لذلك كان عليهم أن يكونوا مستعدين فيما يتعلق بالطعام، وإلا فإنهم قد يموتون من الجوع الشديد. لذلك توصل الخبازون إلى هذا البسكويت البسيط. يتكون هذا البسكويت في الغالب من ثلاثة مكونات: الملح والدقيق وقليل من الماء. والفكرة هي أن يبقى العجين قاسيا قدر الإمكان، ثم يقوم الخبازون بوضعه في الفرن لساعات في درجات حرارة منخفضة جدا. كان الغرض من هذا الخبز البطيء هو إزالة كل الرطوبة الموجودة في البسكويت، حتى لو لم تكن بحارا ذا خبرة فقد تعرف أن الرطوبة هي عدو حفظ الطعام، فهو يجعل الأشياء تتعفن ويجذب الحشرات والحيوانات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن السفينة هي بالفعل بيئة رطبة للغاية، لذلك يجب أن يكون البسكويت عكس كل ذلك. يمكن أن يبقى بسكويت السفينة لمدة 6 أو 7 أو 8 سنوات دون أن يفسد. تساعد الثقوب الصغيرة التي تراها عليه على إخراج الرطوبة أثناء عملية الطهي. بحار مثل توم متوسط الحجم سيحصل على 6 إلى 8 قطع من بسكويت السفينة يوميا. لقد كان مغذيا للغاية ويشبع جوع الشخص. الآن كان هذا نوعا من الطعام الذي يساعد على النجاة. لم يكن المقصود منه أن يكون ممتعا للغاية أو لذيذا، أو حتى يمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها، بل أن يمنحك الأساسيات فحسب. الآن هل لديك أي فكرة عما كانت عليه الحياة في القرن 18؟ إذا فكرت في مدينة مثل نيويورك، لم يكن هناك سوى حوالي 18,000 شخص يعيشون هناك. وللمقارنة، يعيش في المدينة اليوم أكثر من 8 ملايين شخص. في ذلك الوقت، إذا اضطر شخص ما للسفر من نيويورك إلى بوسطن، فلن يكون هناك أي من المتاجر الصغيرة الموجودة على طول الطريق. أعني أنه لم تكن هناك طرق كالتي نعرفها الآن، لذلك كان الناس بحاجة إلى توفير الغذاء. وهنا أصبح الحساء المحمول مفيدا. إذا كنت تتخيل وعاء يغلي من اللحم والخضار، يؤسفني أن أخبرك أنك مخطئ. الحساء المحمول صلب ومركز، إنه يبدو هكذا. الحساء المحمول هو نوع من المرق المتصلب، وهو مادة مكثفة للغاية مصنوعة أساسا من اللحوم. فكر في الأمر، إنه مريح وخفيف الوزن ولا يشغل مساحة كبيرة، ولكن صنعه صعب للغاية. أفضل اللحوم لصنع الحساء المحمول هي تلك التي تحتوي على الكثير من الكولاجين مثل لحم البقر، والسر هو الطبخ البطيء. لكن لا يجب أن تغفل عنه، لأنه إذا غلى فإنك تفسد الأمر برمته. أثناء طهي اللحم سيفرز طعمه في الماء الموجود في الوعاء، وبعد بضع ساعات يصبح من الآمن إخراج لحم البقر، وستكون المياه المتبقية غنية بالمواد المغذية والدهون. وبمجرد تقليل الحرارة لمدة 18 إلى 24 ساعة تقريبا، ستحصل على مادة غذائية تشبه الجيلاتين. بمجرد أن تبرد فإنها تتحول إلى شيء يشبه القرص. إنه لأمر مدهش جدا أن نشهد عملية التحول بأكملها. ولكن مهلا، هذا القرص الداكن مشبع حقا. وكي تأكل كل ما تحتاجه هو العثور على بعض الماء الساخن ووضع قرص اللحم بداخله، سوف يطلق جميع العناصر الغذائية المكثفة فيه، مما يمنحك وجبة دافئة وشهية. إليك سؤالا خادعا لك، هل تعلم لماذا يسمى الهامبرجر هامبرجر حتى إذا لم يتم صنعه من لحم الخنزير؟ يبدو أن الأمر يتعلق بالمدينة التي اخترع فيها لأول مرة، مدينة هامبورغ في ألمانيا، لكنه لم يكن يشبه ما اعتدنا عليه اليوم. أعني أنهم لم يستخدموا حتى الكاتشب. حسناً، على الأقل ليس كاتشب الطماطم الذي نستخدمه الآن. لكن هل تعلم أن أنواع أخرى من الكاتشب كانت موجودة عبر التاريخ؟
قد يبدو الأمر غريبا، إلا أنه في القرن الثامن عشر كان الناس يأكلون كاتشب الفطر. لمعلوماتك، إذا بحثت عن الكاتشب في بعض القواميس فهو بحكم تعريفه صلصة مصنوعة من الفطر، أي لا علاقة له بالطماطم. أتساءل من أين جاء الناس بهذه الفكرة؟ على أي حال، لتحضيره يمكنك استخدام أي نوع من الفطر، حتى شيتاكي إذا كنت تريد أن تذهب بخيالك بعيدا. الفكرة هي هرسه وطهيه وإضافة مجموعة من التوابل إلى المزيج، مثل القرنفل وجوزة الطيب والزنجبيل والفلفل وأي شيء آخر وفقا لذوقك. وإذا كنت تتساءل عما أكله أجدادنا، فلدي كلمة واحدة لك، إنه اللحم. كانوا يسكبون كاتشب الفطر على قطعة لحم طرية على سبيل المثال، مثل صلصة المرق أو شيء من هذا القبيل. الآن إذا أسال هذا لعابك، فلدي أخبار جيدة. لا يزال بإمكانك العثور على كاتشب الفطر في بريطانيا العظمى، إنها أمريكا الشمالية فقط التي نسيته نوعا ما. إنه رائع. ماذا كان الناس يأكلون في الماضي عندما كانوا يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام؟ اليوم لدينا مفهوم للطعام الذي أحبه بشكل خاص، الطعام المريح، وهو شيء تأكله عندما تشعر بالإحباط والحزن. ولكن بعد ذلك، في الأيام التي تشعر فيها بالمرض، ماذا تأكل؟ أفكر على الفور في حساء دافئ أو شيء مغذ وخفيف. كان الناس قديما في بريطانيا يشربون شيئا يسمى باسيت، الآن يمكن وصفه بأنه شراب البيض مع إضافة بعض الحلويات إليه. يمكن أن تعود وصفته إلى وقت مبكر من القرن الخامس عشر. اعتبر المشروب علاجا موثوقا به، لدرجة أن شكسبير استخدمه كسم في مسرحية ماكبيث. إليك اختبارا سريعا آخر لك، لماذا يقول المثل الإنجليزي إن الدليل موجود في البودينج؟ هذا التعبير الشهير يعني ببساطة أنك لن تعرف القيمة الحقيقية لشيء إلا عندما تجربه بنفسك. بدأ استخدام هذا التعبير في القرن السابع عشر، ولكن هناك شيء مهم يجب ملاحظته هنا. في بريطانيا البودينج ليس بالتحلية الحلوة التي يعرفها الكثيرون في أمريكا، بل هو طبق لذيذ يشبه الفطيرة إلى حد كبير. أعتقد أنه يمكن القول إن البريطانيين جيدون في تحويل أي شيء تقريبا إلى فطيرة، من فطيرة التفاح إلى فطيرة اليقطين وفطيرة الدجاج وما إلى ذلك. الآن في القرن الثامن عشر كان لديهم ما يسمى شريحة لحم البقر. كان هذا طبقا محبوبا بشكل لا يصدق في ذلك الوقت، ولكن في وقت ما فقدنا عادة صنعه. بالتأكيد يمكنك العثور على شرائح اللحم والبودنج المحشو باللحم اليوم، لكنها تحتوي على جميع أنواع الأشياء مثل البطاطس والجزر والمرق الثقيل. حتى القرن التاسع عشر كان الناس يأكلون النسخة الأصلية من هذه الوصفة، والتي كانت مصنوعة أساسا من اللحم ذي النكهة الغنية. يقولون إن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم. إذا كنت في الولايات المتحدة، فقد تأكل بعض الأفوكادو مع الخبز المحمص أو وعاء غني من الحبوب. إذا كنت في فيتنام، فقد تستمتع بطبق دافئ من حساء المرق أو الأرز. لكن إذا كنت تتناول وجبة الإفطار في إنجلترا في القرن الثامن عشر أو حتى الولايات المتحدة، فسوف تحصل على شيء كهذا. إنه النسخة القديمة لما نعرفه باللحم المقدد والبيض، إلا أنه في ذلك الوقت كان يطلق عليه اسم مختلف. وفقا لوصفة هانا جلاس التقليدية المأخوذة مباشرة من أشهر كتب الطبخ في ذلك الوقت، لم يكن البيض مقليا أو مسلوقا بالطريقة التقليدية، لقد كانت محتوياته تسلق في الماء، وربما لم يكن اللحم المقدد معالجا كما يأكله البعض اليوم. تمت إضافة القليل من الخبز المحمص على الجانب، وكان هذا هو الحال. إنها البداية المثالية ليوم طويل. هل أنت مستعد لمغامرة حارة؟ دعونا نتحدث عن القرفة. إنها توابل رائعة يرشها معظمنا على دقيق الشوفان والخبز المحمص وفطائر التفاح. لكن هل تعلم أن بعض البائعين المخادعين يحاولون بيع القرفة المزيفة لنا؟ إذن كيف يمكنك اكتشاف المحتال؟ حسناً، المادة الحقيقية تسمى قرفة سولان، في حين أن المادة المزيفة عادة ما تكون قرفة كاسيا. إحدى طرق معرفة ذلك هي النظر إلى أعواد القرفة نفسها. القرفة الحقيقية أخف في اللون ولها لحاء أرق وأكثر حساسية. من ناحية أخرى، فإن المادة المزيفة أكثر قتامة وأكثر سمكة. لكن لا تقلق، ليس من الضروري أن تكون محبا للقرفة لتستمتع بالشيء الحقيقي. فقط تأكد من قراءة الملصق والبحث عن قرفة سولان، سيكون الطعم رائعا جدا.
هل الشوكولاتة البيضاء حقيقية أم مجرد خرافة؟ حسنا، حان الوقت لتسوية هذا النقاش الجميل مرة واحدة وإلى الأبد. يقول بعض الناس إنها ليست حتى شوكولاتة لأنها لا تحتوي على مواد كاكاو صلبة، لكن دعونا لا نحكم على الكتاب من غلافه أو الشوكولاتة من لونها، أليس كذلك؟ من الناحية الفنية، يتم تصنيع الشوكولاتة البيضاء من زبدة الكاكاو والحليب والسكر، مما يجعلها قريبة من أصناف الشوكولاتة الداكنة المليئة بالكاكاو. لكن مهلا، إذا سألتني فالعائلة هي العائلة حتى لو لم يكن لها نفس الشكل أو المذاق. ولا تدع أحدا يخبرك أن الشوكولاتة البيضاء ليست لذيذة، لأنها لذيذة بالتأكيد. قوامها الناعم الكريمي ونكهتها الحلوة الزبدانية تجعلها علاجا لذيذا بمفردها أو في المخبوزات مثل البسكويت والكاك. لذا سواء كنت تعتبر الشوكولاتة البيضاء شوكولاتة حقيقية أم لا، دعنا نتفق على أنها متعة لذيذة يمكننا جميعا الاستمتاع بها. هل البطاطس المقلية فرنسية حقا؟ تمسك بالبطاطس الخاصة بك جيدا، لأنه اتضح أن أصول هذه الوجبة الخفيفة أكثر تعقيدا قليلا مما قد تعتقد، في حين أنه من الصحيح أن المطبخ الفرنسي قدم لنا بعضا من أشهر الأطباق في العالم بما في ذلك الإسكارغو والكوكو فون، إلا أن أصول البطاطس المقلية تعود في الواقع إلى بلجيكا. هذا صحيح، لقد تم طهي أصدقائنا الصغار المقرمشين لأول مرة في أرض الفطائر والشوكولاتة. ولكن هنا تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام. سبب تسميتها بالبطاطس المقلية الفرنسية هو في الواقع طريقة تحضيرها وليس بسبب بلدها الأصلي. كما ترى، يشير مصطلح فرنسي في هذا السياق إلى تقنية تقطيع البطاطس إلى شرائح طويلة ورفيعة تعرف باسم قطع جوليان. انتشرت هذه التقنية في فرنسا في القرن 18، ومن هنا جاء اسم البطاطس المقلية الفرنسية. هل ترغب في إضافة بعض رقائق البيض إلى هذا الطلب؟ بالطبع، إنها لذيذة وكل ذلك، لكن ما السبب وراء كل هذا الضجيج حول هذا الطبق؟ أولا وقبل كل شيء، دعونا نتحدث عن الجزء الخاص بالبيض. على الرغم من اسمها، فإن رقائق البيض لا تحتوي على أي بيض فعلي. بدلا من ذلك، يأتي جزء البيض من القشرة الرقيقة المشابهة للكريب التي تصنع بالبيض. إنها مثل بطانية صغيرة من البيض تحتفظ بجميع المكونات اللذيذة محشوة بداخلها. تسألني ولكن ماذا عن الحشوة؟ حسنا، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام. يمكن ملء لفائف البيض بأي شكل يرغب فيه قلبك، الخضار واللحوم والمأكولات البحرية، سميها ما شئت. حتى أن بعض الناس يحبون إضافة القليل من الجبن أو الأرز كإجراء جيد. الآن هنا يصبح الأمر غريبا بعض الشيء. هناك جدل كبير في عالم لفائف البيض حول ما إذا كان ينبغي قليها أو خبزها. أقول اذهب للنسخة المقلية، هناك شيء ما في تلك القشرة المقرمشة ذات اللون البني الذهبي والتي لا يمكن التغلب عليها. قد تصدم من هذا الخبر، الفراولة ليست توتا ولكن الموز يعتبر توتا. هل أنت مجنون؟ إليك القصة. يعرف التوت على أنه فاكهة لحمية تتكون من نوع واحد من الخلايا، وتخيل ماذا، الموز يتوافق مع هذا التعريف تماما. قد لا يكون مثل البطيخ من حيث العصارة أو التوت من حيث الحموضة، لكنه يعتبر توتا. قد نطلق عليه اسم دب الكوالا، لكننا لا نستطيع أن نكون مخطئين أكثر من ذلك. الكوالا ليست دببة، هذه المخلوقات اللطيفة والمحبوبة من الجرابيات، مما يعني أنها تحمل صغارها في حقيبة متصلة ببطنها. وعلى الرغم من أنها قد تبدو مثل الدببة الصغيرة، إلا أنها ليست مرتبطة بها. ولكن مهلا، لا يمكننا أن نلوم الناس على اعتقادهم أن الكوالا دببة. بعد كل شيء، لديهم هذا الفراء الرقيق والأذنين المستديرتين التي تجعلهم يبدون وكأنهم مستعدون للعناق. لكن الكوالا هي أنواع فريدة خاصة، لديهم كل هذه الميزات المذهلة التي تجعلهم مميزين، مثل نظامهم الغذائي المرتبط بشجرة الكينا وقدرتهم على النوم لمدة تصل إلى 22 ساعة يوميا. بجدية،
كيف يفعلون ذلك؟ إذا كنت لا تعرف تاريخ فطيرة بوسطن بالكريمة فلديك مفاجأة. أولاً دعونا نوضح شيئاً واحداً، فطيرة بوسطن بالكريمة ليست فطيرة. أعلم ذلك موجود في الاسم، لكن ثق بي في هذا، إنها كعكة لذيذة مليئة بالكاسترد الكريمي ومغطاة بطبقة من الشوكولاتة اللذيذة. ربما تتساءل الآن، لماذا تسمى فطيرة بوسطن بالكريمة إذن؟ حسناً، تقول الأسطورة إنه تم اختراعها من قبل أحد الطهاة في فندق باركر هاوس في بوسطن في عام 1856. قرر الشيف الذي كان يتمتع بروح الدعابة على ما يبدو أن يطلق عليها اسم فطيرة لمجرد العبث مع الناس. حسناً، الاسم يعلق في الأذهان، لكن دعونا لا ننسى النجمة الحقيقية لهذه الحلوى، وهو حشوة الكاسترد، ناعمة وكريمية وتحتوي على القدر المناسب من الحلاوة. هذا ما يجعل هذه الكعكة مميزة، وتلك الطبقة اللامعة من الشوكولاتة على السطح، إنها مثل الزينة على الكعكة حرفيا. هل الفول السوداني مكسرات؟ قد يبدو هذا سؤالا سخيفا، ولكنك ستفاجأ بعدد الأشخاص الذين يشعرون بالحيرة بشأن هذا الأمر. لذلك دعونا نوضح الأمر مرة واحدة وإلى الأبد، الفول السوداني من البقوليات. هذا صحيح، إنه من نفس عائلة الفول والعدس، لكن لا تقلق، لن نحملهم مسؤولية الفول السوداني. بعد كل شيء فهي لا تزال وجبات خفيفة لذيذة ومغذية. ولكن هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. على الرغم من أن الفول السوداني ليس من المكسرات من الناحية الفنية، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يسبب حساسية الجوز، وذلك لأنه يحتوي على بروتينات مماثلة لتلك الموجودة في المكسرات مثل اللوز والجوز. لذا إذا كنت تعاني من حساسية الجوز فعليك توخي الحذر بشأن الفول السوداني أيضا. هل سبق لك أن وجدت نفسك تستخدم مصطلح رقائق القصدير للإشارة إلى رقائق الألومنيوم؟ أنت لست وحدك، كثير من الناس يستخدمون الاثنين بالتبادل. ولكن لماذا هذا؟ منذ سنوات مضت كان ورق الألومنيوم يصنع من القصدير. في أواخر القرن 19 قبل أن يصبح الألومنيوم رخيصا ومتوفرا، استخدم الناس رقائق القصدير لتغليف طعامهم والحفاظ عليه طازجا. ولكن عندما ظهرت رقائق الألومنيوم سرعان ما أصبحت الخيار الأكثر شعبية، لأنها كانت أرخص وأسهل في الإنتاج. إذن لماذا لا نزال نسميها رقائق القصدير؟ يعتقد البعض أن السبب في ذلك هو أن رقائق الألومنيوم تم تسويقها لأول مرة على أنها رقائق القصدير، وأن الاسم عالق لدى معظم الناس. ويعتقد آخرون أن السبب هو أن المادتين لهما خصائص متشابهة، لذلك بدأ الناس في استخدام المصطلحين بالتبادل. ولكن مهما كان السبب، هناك شيء واحد مؤكد، رقائق القصدير تبدو أكثر أناقة من رقائق الألومنيوم. قد تتفاجأ عندما تعرف أن أطباق البايركس الموثوق بها ليست بايركس على الإطلاق. الآن لا تفهموني خطأ، لا تزال النسخة المقلدة تنجز المهمة، ولكنها ليست هي نفسها. تأكد من التحقق من الملصق الموجود على الأواني الزجاجية الخاصة بك قبل أن تتجول معتقدا أنك تشتري أشياء قيمة. إليك دليل سريع لمساعدتك في معرفة نوع الحاوية التي لديك في خزانتك. إذا رأيت كلمة Pyrex بحرف صغير P على الطبق، فهذا يعني أنه غير آمن للاستخدام في الفرن أو المايكرويف، ومن المرجح أنه مصنوع من زجاج الصودا والجير. استخدم هذه الحاويات فقط لتخزين الطعام. من ناحية أخرى، إذا رأيت Pyrex بأحرف كبيرة فأنت محظوظ، إن أواني الطهي هذه مصنوعة من نوع خاص من الزجاج، ويمكن تسخينها في الفرن أو المايكرويف. فقط لا تضعها تحت الشواية، فقد تصبح الأمور فوضوية. وإذا كنت ستأخذ البايركس من الثلاجة إلى الفرن، فتأكد من تركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة لتجنب أي كسور في الزجاج. من البطاطا المقلية الذهبية الشهيرة إلى آلة الآيس كريم المعطلة، إليك 10 أسرار عن الوجبات السريعة لا تريد صناعة الوجبات السريعة أن تعرفها حقا.
ناجتس الدجاج، تلك القطع الذهبية الصغيرة المقرمشة التي يمكنك الحصول عليها من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، بل إنها مدرجة على قائمة وجبات الغداء المدرسية. ماذا لو أخبرتك أنها ليست مصنوعة من الدجاج بشكل كامل؟ أخذ الباحثون عينات من قطع الدجاج من سلاسل مطاعم وجبات سريعة دون أن نذكر اسمها وقاموا بتحليلها. قال الباحثون إن إحدى العينات على سبيل المثال تحتوي على 40% فقط من لحم الدجاج، واحتوت قطعة أخرى على 50% فقط. ماذا عن النسبة المتبقية؟ حسناً، أنت تأكل الكثير من الأشياء مثل الدهون والأنسجة الضامة والشويكات العظمية. تقوم العديد من شركات الوجبات السريعة بطحن وفرم اللحوم مع هذه الأشياء. إنهم يصنعون تلك القطع الدائرية بطريقة آلية باستخدام أجزاء مختلفة من الدجاج، لكن ما السبب؟ ربما لأن هذه الطريقة أقل تكلفة وأكثر ربحية. تحتوي ملايين المطاعم في جميع أنحاء العالم على ناجتس الدجاج في قائمة الطعام الخاصة بها، لذلك من الناحية العلمية ليس من العدل أن نقول إن جميع قطع الناجتس الشهية مصنوعة بهذه الطريقة، لكن الكثير من الدراسات تشير إلى ذلك. كلما تمت معالجة اللحوم فإنها تفقد العناصر الصحية المفيدة مثل فيتامين B6 وB12. الحقيقة المؤلمة هي أن الشركات تضيف أشياء مثل الصوديوم إلى العجينة المختلطة. يضاف الصوديوم من أجل الحصول على نكهة أفضل، إنه أحد المكونات التي تجعل قطع الناجتس لذيذة للغاية. يحتاج جسمنا إلى الصوديوم، لكن ليس بكمية كثيرة منه. للأسف الشديد، تحتوي معظم الوجبات السريعة على أكثر مما تستطيع أجسامنا تحمله من الصوديوم. لذلك قد يكون خياراً آمناً أن تتجنب تناول هذه الأنواع من الطعام بشكل متكرر. تغمس سلاسل مطاعم الوجبات السريعة قطع الناجتس في خليط التيمبورا وتقليها في الزيت المهدرج. هذه أيضاً ليست طريقة آمنة فيما يتعلق بالصحة، ولكن هذه هي الطريقة التي يكسبون بها الناجتس لونه الذهبي. تضع مطاعم الوجبات السريعة أشياء إضافية في ناجتس الدجاج، لكن ماذا عن الدجاج المشوي؟ في السنوات الأخيرة شاهدنا العلامات التجارية التي تسلط الضوء على الدجاج المشوي باعتباره خياراً صحياً. تم إجراء بحث حول الدجاج المشوي أيضاً، ويتم تطبيق النهج نفسه هنا. أخذ الباحثون عينات من الدجاج من شركات الوجبات السريعة الشهيرة وأرسلوها إلى المختبرات لتحليلها. أظهرت النتائج أن تلك الشركات تضلل الناس من خلال الإعلان عن هذه المنتجات بتصنيفها على أنها صحية وطبيعية وأنها صدور دجاج طبيعية بنسبة 100%. في الواقع يتم إضافة بعض الأشياء إلى اللحم لجعله طرياً ورائعاً. بالإضافة إلى ذلك تسهل هذه الإضافات طهي اللحم وتجميده ونقله وإعادة تسخينه لاحقاً دون فقدان الكثير من الرطوبة. عيب كل هذه المواد المضافة هو أنها تؤثر على القيمة الغذائية لصدور الدجاج. هذه المكونات ليست صحية بالنسبة لنا، يجب أن نحترس بشكل خاص من ثلاثة أشياء. الأول هو الصوديوم مرة أخرى. كانت عينات الوجبات السريعة تحتوي على كمية من الصوديوم أكثر ب7 إلى 10 مرات مقارنة بصدور الدجاج المطبوخة في المنزل. تخيل أنك تشتهي شطيرة برجر بالجبن، لكنك تقول لنفسك لا، وحاول اختيار قائمة أقل ضرراً. ومع ذلك فإن بعض شطائر الدجاج تحتوي على الكمية نفسها من الصوديوم أو أكثر من برجر الجبن الذي يقدم مع البطاطس المقلية. الشيء الثاني الذي يجب الانتباه إليه هو إضافات الفوسفات. تسمح هذه الإضافات للبروتين بجمع المزيد من الماء. هذا يعني أن اللحم الأبيض في الشطيرة سيبدو لك غضاً وأكثر طراوة. أي كلمة تراها في قسم المكونات تحتوي على فوسفات هي مادة مضافة من الفوسفات، لذا من الأفضل تجنب هذه المنتجات. آخر شيء يجب تجنبه هو السكريات والنشويات، ليس فقط في الدجاج المشوي ولكن أيضا في جميع منتجات الوجبات السريعة. أوه، من الصعب هضمها، أنا أعترف بذلك. نشاء الذرة والسكر والشعير، إنهم يضعون هذا كله في صدور الدجاج المشوي. الكعك وحتى حفنة من البطاطس المقلية يحتويان أيضا على السكر. إنني أجد السكر في كل مكان أنظر إليه. كما تعلمون، عدد الجرامات من الكربوهيدرات التي يحتوي عليها الدجاج المطبوخ في المنزل يساوي 0، لكن عينات الدراسة أضافت سكراً إضافة إلى ما يصل إلى 10% من السعرات الحرارية في صدور الدجاج التي تباع في المطاعم. إذن ما العبرة من هذه القصة؟ إذا كنت من محبي العشاء الصحي، فربما يجب عليك البحث عن خيارات أخرى.
هناك وصفات سرية من شركات مثل دجاج كنتاكي وكوكاكولا. لا توجد شركة تريد مشاركة المكونات التي تجعل طعامها لا يقاوم، ولكن مع القليل من البحث يمكنك اكتشاف أسرار العديد من الأشياء. هل تريد معرفة سر بطاطس ماكدونالدز؟ إنه مكتوب على موقعه على الإنترنت. إنهم يضيفون نكهة اللحم البقري إلى زيت التحمير. قد يبدو هذا غريباً، لكن من الواضح أن هذه ممارسة معروفة بين الطهاة والمطاعم. كذلك تم استخدام دهن البط كنكهة على سبيل المثال في المطاعم الراقية. ولأنني من محبي البطاطس المقلية، لقد أضفت حقيقة أخرى عن البطاطس المقلية. للأسف إنها مالحة أكثر مما تعتقد. ينصح الخبراء بأن الشخص البالغ يجب أن يستهلك 2300 ميليغرام من الصوديوم يوميا على الأكثر. هل يمكنك تخمين الكمية الكبيرة من الصوديوم في بطاطس ماكدونالدز؟ إنها تحتوي على ما لا يقل عن 400 ميليغرام. تحتوي البطاطس المقلية التقليدية من برجر كينج على 732 ميليغرام، وتأتي بطاطس فايف جايز بمستوى أعلى يصل إلى 962 ميليغرام من الصوديوم. في المرة القادمة ربما يمكنك أن تطلب من العاملين في تلك المطاعم أن يقللوا الملح قليلا في الطعام. تصور السيناريو التالي: أنت في عجلة من أمرك، لكن بطنك تقول أطعمني أو سأجعلك في مزاج سيء وأجعل حياتك لا تطاق. للحصول على وجبة خفيفة سريعة تدخل أحد مطاعم سلسلة الوجبات السريعة، وها أنت تطلب شطيرة البرجر المفضلة لديك. تبدو رائحتها كما لو أنها تم أخذها للتو من الشواية قبل تقديمها لك. كلا، لدى تلك المطاعم أنواع مختلفة من الشوايات المصممة لهذا، بحيث يمكنها طهي اللحوم بسرعة فائقة. نأسف لإعلامك بهذه الأخبار السيئة، لكن علامات الشواء المثالية التي تراها على قطعة البرجر التي تتناولها ليست نتيجة لاستخدام أدوات حقيقية، إنها علامات يضيفها المصنع فحسب. إذا كنت تريد معرفة مدى نظافة مطعم ما، فابحث تحت مجرى الثلج في آلة الصودا في الأماكن التي يمكنك فيها الحصول على مشروبك الخاص. ها أنت ذا أيها المفتش، لقد نجحت في حل القضية. تشير دراسات مختلفة إلى أنه إذا لم يتم تنظيف هذه الآلات بشكل صحيح، فإن الثلج الملوث والمتسخ يمكن أن يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية. يمكن أن يكون هناك عفن أو بكتيريا. هذا مقزز. عملية تنظيف ماكينات الثلج ليست سهلة. ينطبق الشيء نفسه على آلات الآيس كريم أيضاً. تقول شائعة إن آلات الآيس كريم هذه ليست معطلة كما يخبرونك. الأمر أن تلك الشركات هناك لا تستطيع إيجاد الوقت لتنظيفها بالشكل المطلوب. والآن، ما هو أفضل وقت لتناول وجبة جيدة وطازجة؟ هنا رأيان وكل منهما له أسباب قوية. يوصي الفريق الأول بتجنب طلب الطعام المشوي من سلاسل الوجبات السريعة من الساعة 7 مساء إلى ما بعد منتصف الليل. يقول العديد من العاملين السابقين في تلك المطاعم إنه في بعض الأحيان كان لديهم شطائر تاكو أو نقانق محضرة في حوالي الساعة 4 أو 5 صباحا، لكنها ظلت هناك حتى تم تقديمها في منتصف الليل تقريبا. هذا ليس صحيا. يقول الفريق الآخر إنه عليك أن تطلب بين الساعة 11 صباحا والواحدة ظهرا، أو بين 6 مساء والثامنة مساء للحصول على وجبة طازجة، نظرا لأن تلك الأوقات ستكون وقت الغداء والعشاء تقريبا. سيكون هناك طعام مطلوب باستمرار، ويمكنك الحصول على طعام بجودة عالية. تمتلك شركات الوجبات السريعة حيلا تسويقية وتخطيطا وحيلا نفسية لإغرائك وجعلك تطلب الطعام، ومع ذلك فهم لا يريدونك أن تبقى في المطعم لفترة طويلة. إذا كنت تتناول الطعام في إضاءة تساعد على الاسترخاء كما تعلم تحت المصابيح الخافتة وضوء الشموع، فإنك ستأخذ وقتك لتناول الطعام. كما يوحي اسمها، يجب أن تكون سريعا مثل طعامك في مطاعم الوجبات السريعة. إنهم يستخدمون إضاءات الفلوريسانت، وهم يضيئونها بأعلى ما يمكن. وبالمثل، فإن الأرضيات والطاولات لها أسطح عاكسة تجعل الطعام يبدو لطيفا ولامعا، بالإضافة إلى أن الموسيقى عادة ما تكون سريعة وبصوت عال، يهدف ذلك إلى منعك من قضاء ساعات هناك. ومع ذلك فهم يريدون الاستفادة من أول 20 دقيقة بعد الشراء. كلما تأكل بشكل أسرع كلما طال الوقت الذي تستغرقه حتى تشعر بالشبع. يقول العلماء إن المعدة تستغرق حوالي 20 دقيقة لتقول للدماغ حسناً الآن أنا ممتلئة. من الجيد تناول الطعام في مكان نظيف، لكن معظم هذه الشركات تستخدم منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية فائقة القوة، افتراضاً بأن العاملين هناك قد قاموا بتنظيف المكان في نهاية نوبتهم.
لقد قاموا بمسح آلة الصودا وسطح الشواية، ثم ذهبت أنت إلى المطعم في وقت مبكر من صباح اليوم التالي. قد تحصل على بعض من هذه البقايا الكيميائية على طعامك مقارنة بالعملاء الآخرين الذين يذهبون إلى المطعم في وقت لاحق من اليوم. قد لا تكون شطيرة البرجر النباتية نباتية بنسبة 100%. أنا أتحدث عن الشواية وليس عن اللحم نفسه. في معظم سلاسل مطاعم الوجبات السريعة يتم طهي البرجر النباتي على الشواية نفسها التي يطهى عليها برجر اللحم. هل لديك أسرار عن سلاسل مطاعم الوجبات السريعة تريد مشاركتها؟ ما رأيك أن تشاركها مع أصدقائك من متابعي الجانب المشرق في التعليقات؟